العيله دي يا شباب بتعمل انهبيشن لمزرعه البرين اسمها ريتيكولار السيلف هيبنوتكس. في حاجات مهمه طبعا في الامتحان النظري، بنزو دايازيبينز، بنزو دايازيبينز، والبنزو دايازيبينز من الحاجات الاساسيه في الامتحانات مع المورفين والنون ستيرويدال في السي ان اس. يعني زي ما اتفقنا ان اهم ثلاث موضوعات في السي ان اس مورفين، نون ستيرويدال، بنزو دايازيبينز. طبعا من الحاجات برضو اللي اقل شويه يمكن نجيب فيها مثلا سايد افكت بار بيتيوريتس، وبقيه الحاجات هيبقى بس كل دواء ايه الام سي كيو اللي ممكن تيجي فيه. البنزو دايازيبينز بتشتغل ازاي؟ ميكانيزم اوف اكشن. البنزو دايازيبين في ريسبتور باسمها، في جزء باسمه بنزو دايازيبين ريسبتور. موجود فين بقى البنزو دايازيبين ريسبتور؟ It is a part of macro molecular receptor. جزء من ريسبتور. اللي هي عبارة عن ايه بقى الريسبتور دي؟ اسمها جابا اي ريسبتور. يبقى الجابا اي ريسبتور فيها اجزاء، من ضمن هذه الاجزاء بنزو دايازيبين. في جزء للجابا وفي جزء للباربيتيوريت. بيجي الدواء بتاعنا اللي هو البنزو دايازيبينز ده يمسك في البنزو دايازيبين بارت، هيبدا يعمل اكتيفيشن للجابا ايه، تبدا البوابه دي تفتح، يحصل اوبننج للكلورايد تشانل، يحصل اوبننج للكلورايد تشانل. لما بنفتح بوابه الكلورايد، الكلورايد بيدخل. يبقى انا كده دخلت مين؟ ها دخلت كلورايد اللي هو نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ يبقى انا عملت حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، يحصل حاجة اسمها بوست سينابتيك انهبيشن. تاني، البنزو دايازيبين الدواء مسك في الجزء الخاص بيه وهو البنزو دايازيبين ريسبتور. مين البنزو دايازيبين ريسبتور دي؟ It is a part of macro molecular receptor. اللي هي اسمها ايه؟ هي اسمها جابا ايه. تشغيل البنزو دايازيبين يأكتيفيت الجابا ايه ريسبتور، opening of chloride channel، كلورايد انفلكس، يحصل هايبر بولاريزيشن وانهبيشن. تمام، مين هما؟ طبعا اشهر واحد على الاطلاق دايازيبان، وده اللي غالبا بنجيبه في الامتحان كنظري. اشهر واحد على الاطلاق دايازيبان، بس الدايازيبان احنا بنجيبه ليه في الامتحان؟ انه بيشتغل كذا حاجه، له كذا تخصص، بيشتغل في كذا مجال، بيعمل انهبيشن في كذا منطقه، عشان كده هو اشهر نوع. يبقى الدايازيبان ده بيمثل اللونج اكتنج بنزو دايازيبين. يبقى الدايازيبان بيمثل مين؟ لونج اكتنج بنزو دايازيبين. على فكره في حاجات تشتغل منوم اكتر زي الفلورازيبان، في حاجات تشتغل على التشنجات اكتر، حاجه اسمها كلونازيبان. كل دول بيخش تبع اللونج اكتف. طيب في عندي كمان يا دكتور بعض البنزو دايازيبينز اللي ليها انترميديات اكتنج، ليها ايه يا شباب؟ تيمازيبام واوكسازيبام، تيمازيبام واوكسازيبام. وفي نوع مشهور قوي وهقول لك شهرته جايه منين، لانه شورت اكتنج ترايازولام، ترايازولام ده شورت اكتنج، وهنعرف شهرته جايه منين دلوقتي. يبقى لو انا بدور على حاجه لونج اكتنج، دايازيبام ده متخصص في كذا حاجه، وده اللي غالبا بيجي في الامتحانات. يعني انا هجيب في الامتحانات ايه؟ يقول لك البنزو دايازيبينز على بعض، يجيب لك مين؟ اشمعنى يعني؟ لان الدايازيبام بيشتغل تقريبا كل حاجات البنزو دايازيبينز. المنوم فلورازيبام اكتر، بتاع التشنجات كلورازيبام اكتر، في حاجات
هتشتغل متوسط انترميديت اكتنج تيم يا زيبان. في حاجات هتشتغل شورت اكتنج وده مشهور قوي اسمه ترايا سولين. كلام عظيم جدا. الميكانيزم اوف اكشن تاني بيشغلوا ريسبتور باسمهم ستيميوليت بنزو ديازيبين ريسبتور اكتيفيت جابا اي كلورايد انفلكس هايبر بولاريزيشن انهبيشن. هنستخدمهم فين؟ وللاكشن هيبين لنا الاستخدام. لو عملنا بوست سينابتيك انهبيشن للنيروز بتاعه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، لو اشتغلت على الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم وعملت انهبيشن واستخدمت سمول دوز ريليف انكزايتي ديكريز نيرفسنس، يعني حضرتك هيعمل ايه؟ هيقلل القلق، هيقلل العصبيه، هيعمل لي سيديشن، هيشتغل في الوقت ده سيداتيف. لو استخدمت سمول دوز وعملت انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم هيحصل ايه؟ هيحصل كالم، هيحصل سيديشن. ولكن حضرتك لما تستخدم الدواء ده ويعمل لك سيديشن ده ممكن ياثر على الايه؟ على الايه؟ على الكونسنتريشن، على تركيزك، فيبقى هادي بس عنده دراوزنس مدروخ مش مركز، عنده كالم تمام ريلاكس خالص اهوت، ولكن ها ما عندوش اتزان كامل، عنده حاجه اسمها دراوزنس. سيديشن صحيح ولكن في المقابل بيديني دراوزنس. طيب لو زودت الجرعه شويه يبدا يعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم على مستوى الويك فولنس. ويك فولنس اليقظه، يعني هيلعب في حاجه اسمها الريم والنون ريم، هيشتغل على الفيزس اوف سليب. مستوى اليقظه عند المريض بتاعي عند الشخص يبدا يحصل فيه انهبيشن فيبدا المريض يدخل في النوم انديوس سليب، من الحاجات اللي بتعمل انديوس للسليب. وعندي مرحلتين، مرحله اسمها ريم فيز اللي بيحصل فيها الدريمز، ومرحله اسمها نون ريم فيز. النون ريم فيز هي المرحله اللي بتخلي المريض في ديب سليب، يعني لو انا عايز المريض يبقى اكثر قابليه للنوم ازود له النون ريم، وبالتالي ده هيجي على حساب مين؟ الريم. يبقى حضرتك دلوقتي المنومات بتعمل ايه؟ بتقلل الريم عشان تزود النون ريم. لما هتزود النون ريم هيبقى المريض عنده قابليه للنوم اكتر. انما لما بتقلل الريم حضرتك فتره الدريمز بتقل. فلما الدريمز بتقل الراجل يقول لك يا دكتور انا نايم 12 ساعه بس صاحي من النوم تعبان مش فايق عايز انام تاني. ليه؟ لانه بيحصل له في الوقت ده مشكله اسمها هانج اوفر، يعني بينام نوم غير مريح عايز ينام تاني. ليه؟ لانه ما خدش الريم فيس كامله. انت عشان تديله اندكشن اوف سليب زودت النون ريم وقللت الريم وده عمل له هانج اوفر. يبقى حضرتك العيله دي تمام هتهدي بس دراوزي، تمام هتنيم بس هانج اوفر. تمام مهم كمان جدا ان اللي بيعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بيوقف حاجه اسمها السيلف كنترول. بيوقف حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه السيلف كنترول؟ يعني حضرتك دلوقتي بالريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده تقدر تتحكم تتكلم في ايه وما تتكلمش في ايه، تحكي ايه وما تحكيش ايه، معاك مشكله مع اخوك ينفع تحكيها وما ينفعش، في مشكله مع والدك ينفع تقولها ولا ما تقولهاش. انت عندك حاجه اسمها ايه؟ سيلف كنترول. لما الدكتور بتاع الامراض النفسيه يديك حقنه كده بنزو ديازبين بتبدا حضرتك تخر وتقول كل حاجه. ليه بقى؟ عشان انا لغيت لك مين؟ السيلف كنترول. يبقى كمان بيلغي حاجه اسمها السيلف كنترول، وده بيساعدني في حاجه اسمها السايكو اناليسيس التحليل النفسي. الناس اللي عندها مشاكل نفسيه ولازم اسمع هذه المشاكل عشان ادور لها على حل،
لو ما خدش حاجه تعمل له بلوك للسيلف كنترول مش هيحكي اي حاجه. فلازم اديله دواء يعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، يلغي عند المريض ده السيلف كنترول، فابدا اعمل بمنتهى الاريحيه السايكو اناليسيس. مهدئ يبقى هيستخدم في الانكزايتي. منوم يبقى هيشتغل في الانسومنيا. ولقوا الانسومنيا دي انواع يا شباب. في واحد يقول لك يا دكتور والله بس انا دخلني في النوم، بس انا مشكلتي الاساسيه في الير تو ستارت. يبقى ده عايز لونج اكتنج ولا انترميديت ولا شورت؟ يهمه بس الشورت. وعلى فكره اعلى نسبه من الانسومنيا هو النوع ده. عشان كده اشهر منوم هو مين؟ ترايزولام. ليه يا شباب؟ لان الراجل ده معظم حالات الانسومنيا فيلير تو ستارت. فمعظم الادويه اللي بتستخدم هي الشورت اكتنج اللي بيمثلهم مين؟ ترايزولام. في واحد يقول لك يا دكتور والله انا بنام كويس، ببدا النوم بس بقلق كتير، ساعتين ثلاثه قلق، ساعتين ثلاثه قلق. افضل اديله انترميديت تيمازيبان. طب واحد يقول لك يا دكتور والله انا ببدا النوم كويس بس بصحى قبل ميعادي، لا هنا احب اديله لونج اكتنج، حاجه اسمها فلورازيبان. لو انا بدور على منوم بس، لو قلنا لو انا بدور على منوم بس اختار دول. طب لو بدور على دواء يعمل كل حاجه، ها دايازيبان هيستخدم في الانكزايتي. خلي بالك ممكن بعض الناس تستغل البنزودايازيبينز في حاجه اسمها التامينج اوف ذا انيمال. ايه التامينج اوف ذا انيمال ده؟ ترويض الحيوانات الشرسه. الاجريسيف اتيتيود اللي عند الحيوانات دول لما بروح اعمل انهبيشن لمنطقه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بتبقى ريلاكس جدا، وممكن نستغلها في الشو بتاع الايه؟ السيرك والكلام اللي زي ده. يبقى استغلها كمان كانتي انكزايتي في الانيمال، ولكن ممكن استغلها في الانيمال في التامينج اوف ذا انيمال. كمان مهم جدا جدا في حالات الانسوميا بانواعها. فيلير تو ستارت اختار الترايزولام، انتربت سليب اختار تيمازيبان، اويك ايرلي بيصحى بدري اختار الفلورا زيبان. كمان استخدمها في السايكو اناليسيس. يا ترى ليه؟ عشان تعمل بلوك للسيلف كنترول. تمام جدا. طب انا حضرتك ممكن استغل البنزودايازيبينز بما انها بتنشط البنزودايازيبين ريسبتور وبتنشط الجابا وبتعمل كلورايد انفلكس وبتعمل هايبر بولاريزيشن في اماكن اخرى غير الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. زي ايه حضرتك؟ زي حضرتك السينابتيك ترانسميشن. بيعمل بلوك للسينابتيك ترانسميشن فيحصل ايه في سكليتال ماسل؟ سكليتال ماسل ريلاكسيشن. ولو انتوا فاكرين كنا بنقول في عيله سنترال سكليتال ماسل ريلاكسنت كانوا ثلاثه، بي بنزو دايازيبينز بار فيتيوريت فيتروفين. حضرتك البنزو دايازيبين تقدر تعمل لي جابا اكتيفيشن، تقدر تعمل لي انهبيشن للسينابتيك ترانسميشن فيحصل ايه في سكليتال ماسل؟ سكليتال ماسل ريلاكسيشن. وانت بتستخدم السكليتال ماسل ريلاكسيشن في ايه؟ قلت لك قبل كده لو انا عايز اعمل اندوسكوبي، لو انا عايز اركب تيوب، لو في الكتريك كونفالسيف سيرابي. انما غالبا بنستخدمه البنزودايازيبينز كسكليتال ماسل ريلاكسنت بري اوبراتيف بري انستيتيك. ليه بقى؟ ليه بيحبوها بري انستيتيك؟ اولا بيخلي المريض هادي جدا، ثانيا الكونشسنس بتاعه بيبقى ديتيريوريتد، يعني الراجل ده عايز جرعه بسيطه من التخدير ينام على طول، يتخدر على طول. ثالثا بيعمل سكليتال ماسل ريلاكسنت، يعني الراجل بيجي لك تقريبا شبه جاهز على التخدير، راجل هادي جدا نايم مدروخ تماما، كمان عنده سكليتال ماسل ريلاكسيشن، هو جاهز للتخدير. وعلى فكره كمان بيقللوا لي الميموري، بيعمل لي حاجه اسمها امنيزيا. يعني رائع جدا بري انستيتيك.
من. كمان مهم جدا جدا ان انا اخد البنزو دايازبينز كجابا اكتيفيتور. هو الجابا ده انهيبيتور ولا اكزيتاتور؟ طالما انهيبيتوري هستغل هذا الموضوع كانهيبيتوري افكت على الابيليبتيك فوكس. على مين حضرتك؟ يعني يتاخد في علاج التشنجات، يتاخد في حالات الصرع. اني نوع حضرتك؟ الدايازيبام متخصص في الجراند مال والدراج اوف تشويس في الاستيت. ملاحظين احنا امبارح قلنا الاستيت صح؟ قلنا بس على دراج اوف تشويس في الستيتس دايزيبام. دراج اوف تشويس في الستيتس دايزيبام، حقنة الدايزيبام. تمام. وعندي حضرتك الكلونازيبام عند مين؟ ده برود سبيكترم. يعني ايه برود سبيكترم يا شباب؟ يتاخد في كل الانواع حتى على فكره بما فيهم البيتيمان. يبقى الراجل ده انتي ابيليبتيك محترم جدا، والدليل ان الدايازيبام اشتغل معايا كويس في الجراند وفي الستيتس، والكلونازيبام قلنا عليه برود سبيكترم. يبقى الراجل ده اشتغل سيدتيف، بتعامل في حالات الانكزايتي، اشتغل هيبنوتيك بتعامل في حالات الانسومنيا، اشتغل انهيبيتور للسيلف كنترول استخدمناه في السايكو اناليسيس، استغلناه حتى في الانيمالز عملنا بيه تامينج اوف ذا انيمال، اشتغل سكريتال ماسل ريلاكسنت وكان له دور مهم جدا بري انستيك ميديكيشن، له كمان دور رائع جدا في حالات الابيليبسي وخاصه الجراند مال ابيليبسي والستيتس للدايازيبام او برود سبيكترم للكلونا زيبام. كمان عندي حاجه مهمه جدا، هناك علاقه قويه بين البنزودايازيبينز والالكهول. هناك علاقه قويه بين البنزودايازيبينز والالكهول. ايه هي هذه العلاقه؟ كروس تولرانس. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي لو انت بتشرب كحوليات كتير تيجي تاخد حبايه الملون ما تعرفش تنام. ليه؟ اصل هما الاثنين شبه بعض. فالمنوم يحصل له تولرانس حتى لو انت ما خدتوش لمده طويله. اسمها كروس ديبندنس. يعني ايه كروس ديبندنس؟ حضرتك لو في واحد مدمن للكحول وانت عايز توقف الكحول، الكحول ده هايلي ادكتف، فلو وقفته هيحصل سيفير ويزدرول سيمبتومز. نعمل ايه؟ قلنا الكلام ده امبارح. نضحك على الجسم، نديله حاجه شبه الكحول اللي هو البنزو. والبنزو دايازيبينز بيعمل ادكشن بس ليس ادكشن زان الكحول. يبقى انت حضرتك ممكن تستبدل الكحول بالبنزو دايازيبينز والجسم ما يحسش باي حاجه، ان هما الاثنين شبه بعض. ليه؟ لان الالكهول هايلي ادكتف، لو وقفته فجاه هيحصل سيفير وذرول سيمتومز. البنزو دايازيبينز ليس ادكتف، وبالتالي لو وقفت المريض البنزو دايازيبين بالتدريج غالبا الامور بتبقى طبيعيه. يبقى ممكن استغل الفكره دي في الالكهول وذرول، زي ما قلت لك امبارح التراي سايكليك بتستغل في الكوكايين وذرول. فاكرين الكلام امبارح؟ هنا برضو هنستغل البنزو دايازيبينز في الالكهول وذرول. نعيد تاني اليوزز. الراجل ده مهدد ناخده في الانكزايتي، الراجل ده منوم ناخده في الانسومنيا، الراجل ده بيعمل انهيبيشن للسيلف كنترول هناخده في السايكو اناليسيس، الراجل ده رائع جدا كسكليتال مصر ريلاكسن ومهدئ ومنوم هناخده كويس قوي بري انستيك ميديكيشن بري اوبراتيف. كمان مهم قوي قوي انه بيقدر يعمل انهيبيشن للابيليبسي، فممكن نستخدمه في الجراند مال وفي الستيتس لو حبينا ناخد الدايازيبام، او حتى برود سبيكترم زي الكلونازيبام. استغلنا علاقته بالكحول وهي الكروس تولرانس والكروس ديبندنس، ان هما الاثنين شبه بعض، فسحبت الكحول وحطيت البنزو دايازيبين مكانه عشان ما يحصلش سيفير وذرول سيمبتومز. ما هي عيوب البنزو دايازيبينز؟
ما هي مشاكل البنزودايازبينز؟ البنزودايازبينز بيعمل صحيح سيديشن بس بيعمل معاها تراوز. صحيح بينيم ولكن بيعمل معاها هانج اوفر. بيرخي العضلات صحيح ولكن بيعمل معاها ان كوردينيشن. يعني حضرتك العضلات مرخيه بس ممكن يبقى فيه عدم اتزان في الحركه، يبقى عنده حاجه اسمها اتاكسيا. تاني الراجل ده مهدئ سيداتيف بس معاها ترانزز. صحيح الراجل ده منوم بس معاه هاند اوفر. صحيح الراجل ده سكليتال مصر ريلاكسنت بس معاه ان كو اوردينيشن. كويس قوي. طب بعدين البنزودايازيبينز الرجاله بيكرهوه والستات بيكرهوه. ما تاخدهوش بجرعه كبيره وما تاخدهوش لمده طويله. فكر في اربع حاجات دول. فكر في الرجاله ايه وضعهم معاه، فكر كمان في الستات، فكر في المده الطويله، وفكر في الجرعه الكبيره. تعالوا ناخد حاجه حاجه. يا ترى الرجاله بيكرهوا ليه؟ امبوتنس. بيعمل لهم سنترال امبوتنس. طب الستات بيكرهوا ليه؟ قبل الجواز منسترول ديستربنسز. طب اتجوزت انفيرتيليتي. طب حملت تراتوجينيسيتي. يبقى حضرتك وهي بنت منسترول ديستربنسز. طب اتجوزت انفيرتيليتي. طب حملت تراتوجينيسيتي. ليه ما تاخدهوش لمده طويله؟ اولا بيزود الابيتايت فهيعمل لك اوفر ويت. ثانيا بيعمل لك بون مارو ديبريشن، ممكن يدخل المريض في اجرانيولوسايتوزس او ابلاستيك انيميا. ثالثا وده الاهم على الاطلاق ادكشن. حضرتك لو طولت المده قوي بيحصل معاه ادكشن، كرونيك توكسيسيتي اللي هي بتساوي الادكشن. طب ليه حضرتك ما تاخدهوش باللارج دوز؟ لان حضرتك هتحصل المشكله اللي انت اساسا بتحب البنزودايازيبين عشان ما يعملهاش. اكيوت توكسيسيتي. يعني من ضمن المميزات المهمه جدا للبنزودايازيبينز ان الراجل ده سيف، ان الراجل ده وايد ثيرابيوتيك رينج، مش بسهوله يدخل في توكسيستي. طب دخل في توكسيستي اللي ما كانش بيحصل بالثيرابيوتيك هيحصل بالتوكسيك. اللي هو ايه حضرتك؟ انت حضرتك وانا بقول لك على الاكشن دلوقتي، هل جبت لك سيره انه بيعمل انهبيشن للفازو موتور سنتر؟ لا. طب لو حصل اكيوت توكسيستي يحصل انهبيشن للفازو موتور سنتر والضغط ينتج ايه؟ هل انا جبت لك سيره انه بيعمل انهبيشن للريسبيراتوري سنتر؟ لا. لو خدت التوكسيك دوز يحصل انهبيشن للريسبيراتوري سنتر ويحصل ابنيا وكوما. السؤال، هل عندك انتي دوت؟ لو عندك انتي دوت يحل لك 90% من المشاكل زي ما اتفقنا قبل كده. فعلا عندي انتي دوت يحفظ زي اسمك، اللي هو اسمه ايه حضرتك؟ فلومازينيل. فلومازينيل ايه هي عيوب البنزودايازيبين؟ صحيح بيعمل سيديشن بس معاها مشكله الدراوز. صحيح بيعمل سليب بس معاها مشكله الهانج اوفر. صحيح بيعمل سكليتال مصر ريلاكسيشن بس معاها اتاكسيا. طب الرجاله امبوتنس. طب الستات ثلاث مراحل، منسترال ثم طب هناخده لمده طويله هتلاقي فيه اوفر ويت، بون مارو انهبيشن، والمشكله الاكثر خطرا على المريض كرونيك توكسيسيتي اللي هي بتساوي ادكشن. طبعا لازم اسحب
البيز بازلين بالتدريج والا هيحصل ويثدرول سيمتوم. اكيوت توكسيسيتي هي المصيبه الاكبر، لان انا اساسا بحب اخد البنزازبين عشان هو اقل خطرا. طب لو انت وصلت للتوكسيك دوز كازو موتور سنتر ديبريشن ار سي سنتر ديبريشن كوما ولو سبته لسه تقدر تلحقه؟ اقدر الحقه لان عندي سبيسيفيك انتي دوت اسمه كلومازيني. اسمه يا شباب صعب الكلام كده. البنزازبين خلصت. لو هجيب سؤال نظري لن يخرج عن البنزودايزبين. لو هنجيب سؤال نظري لن يخرج عن البنزودايزبين. يا ميكانيزم يا يوزس يا سايد افكت. طيب كويس قوي. امال بقى مين هم الباربيتيورينز؟ مين هم المهدئات والمنومات الاكثر خطرا بقى؟ الباربيتيورينز هي لأ برضو بتعمل انهيبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، وبرضو بتعمل اكتيفيشن للجابا، وعلى فكره كمان بتعمل انهيبيشن للجلوتاميت، وفي منها برضو لونج اكتنج زي الفينوباربيدون، وفي منها انترميديت اكتنج زي الاموباربيدون، وفي منها شورت اكتنج زي البنتوباربيدون. يعني حضرتك دلوقتي تقريبا واخده مواصفات البنزودايازبين انها مقسمه نفسها برضه، عشان لو احتجت فيلير تو ستارت محتاج حاجه تبدا بيها اديك الشورت اكتنج، بتقلق بالليل اديك انترميديت، بتصحى بدري اديك اللونج اكتنج زي ما اتفقنا وكنا بنحكي مع البنزودايازبين. ولكن استخدام الباربيتورين حاليا بقى محدود جدا. يعني استخدامه كمهدئ البنزودايزبين احسن منه. طب يا ترى ليه؟ ليس دراوزس. استخدامه كمنوم قل جدا. طب يا ترى ليه؟ البنزودايزبين احسن منه. ليس هانج اوفر. يبقى حضرتك انت بتستخدم البنزودايزبين بدل الباربيتورين كمهدئ او كمنوم او كبري انستيتيك او حتى كانتي ابيليبتيك. لماذا؟ لان المخاطر بتاعتهم والمشاكل بتاعتهم اقل. يعني ايه؟ يعني حضرتك وايد سيفتي مارجن. الباربيتوريت نارو سيفتي مارجن. حضرتك البنزودايزبين لس دراوزنس لس هانج اوفر لو استخدمتهم كمهدئ او كمنوم. البنزودايزبين نو ار سي ديبريشن نو فازو موتور سنتر ديبريشن ويز ثيرابيوتيك دوزز. لو انت خدت البنزودايزبينز بالثيرابيوتيك دوزز مش هتعمل ابدا ار سي ديبريشن. كمان حضرتك نو دراج انتر اكشنز. ليه؟ اصل من ضمن المشاكل المهمه جدا للباربيتوريت انها هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر. الفينوباربيتون ده حضرتك هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر، فهيعمل لك دراج انتر اكشن. الكلام ده مش موجود مع البنزودايزبينز. والاهم على الاطلاق ان لو حصل توكسيستي من البنزودايزبينز هو وجود الانتيدوت اللي هو اسمه ايه؟ الحته دي ممكن تيجي نظر. تيجي ازاي؟ جيب فريزو. ليه البنزودايزبينز بيتر زان باربيتوريت از بري انستيك؟ ليه البنزودايزبينز بيتر زان باربيتوريت از سيداتيف؟ فهمنا يا شباب؟ تيجي في الامتحان. لا هنكتب الادفانتج بس. الادفانتج هي ليه حضرتك البنزودايزبينز احسن؟ هتقول لي ليس ار سي ديبريشن وايد سيفتي مارجن نو دراج انتراكشن هاز سبيسيفيك انتيدوت. لو انا خصيت المهدئ يبقى لازم تضيف ليس دراوزنس. لو انا خصيت المنوم تقول لي ليس هانج اوفر. اتفقنا يا شباب؟ في مشاكل؟ الباربيتوريت ممكن نسالك في بعض الاجزاء ام سي كيو. زي ايه؟ زي مثلا عندهم واحد مهم قوي الباربيتوريت اسمه ثايوبنتول. اسمه يا شباب؟ ده اسمه الترا شورت. اسمه يا شباب تاني؟ ها الترا شورت ثايو بنتون وبيشتغل الترا شورت.
يعني ايه ألتر شورت؟ يعني حضرتك المريض بياخد السايوبنتون ده خلال ثواني معدودة يحصل لوس اوف كونشسنس، يتخدر الوليد. يعني حضرتك بتحط الحقنة في الوليد وبتقول للمريض حد عد من واحد لحد عشرة قبل ما يخلص سبعة بيكون ايه؟ خلاص اتخدر، حصل له لوس اوف كونشسنس. عشان كده الدواء ده دواء سريع جدا جدا في الاندكشن اوف انستيزيا، يبدأ للتخدير بشكل رائع. وكمان خلي بالك بقى هايلي ليميت سوليبل. هتقول لي طب هو ليه بيبدا بسرعه قوي يا دكتور؟ لان الدواء ده هايلي ليميت سوليبل، اول اورجان بيدخله البرين فيعمل سي ان اس ديبريشن، يحصل لوس اوف كونشسنس. وبعدين مشكله الدواء ده ان مفعوله على البرين بيخلص بعد تلت ساعه. ليه؟ اصل بيفتكر يقول لك انا دخلت البرين بس لسه ما توزعتش على بقيه الجسم، يتسحب من البرين بعد تلت ساعه ويروح بقى يتخزن في بقيه الجسم وخاصه للادبوستشو. يبقى تاني ايه اللي بيخلي الدواء ده فيري رابيد اونست؟ هاي ليميت سولوبيليتي. طب ايه اللي بيخلي الدواء ده الترا شورت؟ انه افتكر انه ما توزعش، انه افتكر انه دخل البرين بس، فيحصل حاجه اسمها ري ديستريبيوشن. تاني السبب في الفيري رابيد اونست ليميت انه هايلي ليميت سولوبل في اول اورجان بيدخل البرين. السبب انه بيخلص تاثيره على البرين بسرعه انه بيتسحب من البرين ويروح بقيه التشوز، دي اسمها ري ديستريبيوشن. السايوبنتون كمان يقدر يسعفك بسرعه جدا جدا لو فيه ستيتس برضه، هو مضاد للتشنجات. فلو ما عندكش دايازيبام ممكن حضرتك السايوبنتون برضه يسعفك في حالات الستيتس. الفينو باربيتون متخصص في الجراند مال، الفينو باربيتون متخصص بشكل اساسي في الجراند مال. انت عندك نوعين للتشنجات في الباربيتوريت، فينو باربيتون متخصص في الجراند مال، وثايوبنتون حقنة الثايوبنتون في حالات الستيتس. طبعا ملان مشاكل. يعني ايه ملان مشاكل؟ بالجرعات العاديه ممكن يعمل لك ار سي ديبريشن ويعمل لك فازو موتور سنتر ديبريشن ويبقى خطر جامد جدا على الجنين، لانه ممكن يعمل لي نيونيتال، طبعا هيعدي من البلاسينتا ويعمل لي نيونيتال اسفيكسيا. كمان في خطوره جامده جدا على الريسبيراتوري تراكت لانه اريتيت البرونكال ميوكوزا، خطر جامد جدا على الكارديو فاسكولار لانه انهبت الفازو موتور فهيدخل المريض في سيفير هاي بوتنشال. كمان على الليفر هيباتيك وكروزوما الانزيم ان ديوسر. خلي بالك كمان الدراوزنس عنده شديد جدا، الهانج اوفر شديد جدا، الكرونيك توكسيسيتي الادكشن شديده جدا، والاكيوت توكسيسيتي قويه جدا وللاسف ما عندكش. من ضمن المشاكل المهمه اللي بيعملها وقلناها امبارح اسمها بورفيريا. اسمها يا شباب ايه البورفيريا دي؟ لقوا حضرتك ان في ماده اسمها البروتوبورفيرين بتتحول الى ماده اسمها بورفيرين، والبورفيرين دي ماده توكسيك، جسمك بيعمل لها ديتوكسيفيكيشن، بيدخلها لي في حاجه اسمها الهيم سينسس. بروتو بورفيرين بيتحول لبورفيرين بمين؟ بالدلتا امينو لفيولينيك اسيد سينسيتيز. دلتا امينو لفيولينيك اسيد سينسيتيز بتحول البروتو بورفيرين الى، لو انت شخص طبيعي نورمال جينيتك بتقدر تعمل دي توكسيفيكيشن للبورفيرين، بتتخلص من التوكسيستي بتاعت البورفيرين لو انت عندك ايه؟ نورمال جينيتكس. طب هناك بعض الاشخاص يا دكتور
عندهم deficiency في detoxification of porphyrin. فبيتراكم عندهم المادة التوكسيك دي اللي اسمها بورفيرين، فبيعاني المريض من مشكلة اسمها بورفيريا. بيحصل حاجة اسمها هيموليسيس بالار بي سيز، بيعاني المريض من سيفير رينال كوليك، بيعاني المريض من مشاكل جامدة جدا في اليورينري سيستم والبلاد. اسمها يا شباب بورفيريا. تاني لو انت حضرتك حولت البروتوكول فيه لبورفيرين والشخص طبيعي نو بروبلم بيقدر يتعامل مع البورفيرين اللي طلع. لو انت شخص ابنورمال جينيتك اللي بيحصل البورفيرين اللي بيتراكم عندك ما بتعرفش تتعامل معاه، فيحصل للمريض حاجه اسمها ايه؟ بورفيريا. لو في شخص عنده بورفيريا والى حد ما في سيطره على البورفيرين الى حد ما، يعني ها البورفيرين مش زياده عنده قوي، هل من المقبول انك تدي ادويه تنشط الالاسنسيز؟ واحد متصلب، واحد البورفيرين اللي عنده ها يا دوب شويه يتعب وشويه يبقى كويس، بيجي له حاجه اسمها انترميتنت بورفيريا. حضرتك دلوقتي هل من المقبول انك تنشط الالاسنسيز يعني تساعد على تحول البروتو بورفيرين الى بورفيرين؟ يعني حضرتك عايز تراكم بورفيرين عند الراجل ده ينفع؟ ما ينفعش. من ضمن المشاكل المهمه الناس اللي عندهم بورفيريا ما ياخدوش باربيتوريت ولا ياخدوا امبارح فالبرويت. ليه؟ لان دول بينشطوا لي مين؟ الالا سنسيتيز، فهتتحول نسبه كبيره من البروتو بورفيرين الى، والشخص مش هيقدر يتعامل، فهيجي له حاجه اسمها ايه؟ بورفيريا. هتيجي حاجه اسمها يا شباب بورفيريا. عظيم. ساعات في بعض الناس بتستغل ان هو هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر في التعامل مع الصفره الفسيولوجيه. تسمعوا عنها دي؟ تسمعوا عن حاجه اسمها الفسيولوجيكال جوندس؟ ايه الفسيولوجيكال جوندس دي؟ الطفل اللي لسه مولود بيبقى واخد شويه ار بي سيز من مامته، مادر ار بي سيز، جزء منها بيربشر اكسباير او اديتد، فبيطلع هيموجلوبين، والهيموجلوبين يتحول الى بيلي رو. حلو. اخبار الليفر بتاع البيبي لسه تعبان، لسه اماتيور. عشان كده البيليروبين ده بيستنى حضرتك في البلط، وبيحصل حاجه اسمها فيسيولوجيكال جونس. هتلاقي دكاتره الاطفال بيكتب فينو باربيتور. طب ليه بتكتب فينو باربيتور؟ والام حتى تتخض، يقول لك يا دكتور انت كاتب لابني وهو عنده يومين ثلاثه دواء للصرع، انت كاتب له دواء مهدئ، انت كاتب له دواء منوم، هي بتقلق. لا حضرتك انا بستخدمه بجرعه معينه عشان يعمل ايه؟ عشان ينشط الليفر، يقدر يعمل ديتوكسيفيكيشن لمين؟ للبليروم. لا في بعض الناس بتستغل هذا الهيباتيك مايكروزومال اندكشن في التعامل مع حالات الكونجينيتال هايبر بيليروبينيميا. حالات ايه يا شباب؟ كونجينيتال هايبر بيليروبينيميا. يبقى انا حضرتك في المهدئات هذاكر كويس قوي قوي واركز على مين؟ الباربيتيوريت اللي هي المقتطفات اللي انا قلتها بس. في ادويه مهدئه اخرى قويه ومهمه، وفي كمان ادويه منومه قويه ومهمه، ولكن هنهتم بس بالام اس كيو. يعني مثلا عندي دواء مشهور جدا جدا كمهدئ اسمه بوسبيرون، ده مهم جدا في الام اس كيو. بوسبيرون من ضمن مميزاته ان الدواء ده يا جماعه مفيش اي علاقه ما بينه وبين الكحول، ما بيعملش دراوزنس شديد، ما بيعملش سكريتال ماسل ريلاكسيشن ولا انكوردينيشن، نسبه الادكشن بتاعته تكاد تكون معدومه. الدواء ده رائع. ليه حضرتك الادكشن تقريبا مش موجود، ملوش اي علاقه مع الكحول، كمان ما بيعملش دراوزنس، يعني ممكن اخده وانا سايق، اخده وانا بذاكر عادي مفيش مشكله،
كمان ما بيعملليش سكليتال، ما بيرخيش عضلاتي قوي، ما بقاش جسمي كسلان قوي. اسمه ايه؟ بص هيرو بيشتغل ازاي؟ بيعمل حاجه اسمها بارشال اجونست على سيروتونين 1 ريسبتور. الكلام ده مهم. بارشال اجونست على سيروتونين 1 ريسبتور، ولكن في عيب خطير. ديلي اونست. ياخد اسبوعين ثلاثه على ما يشتغل. علشان كده ما ينفعش الشخص ياخد الدواء ده في الاكيوت انكزايتي. ينفع ياخده فين بقى؟ في الكرونيك. يعني الاكيوت تاخد البنزودياسبينز، انما الكرونيك ها يبقى ممكن المريض يستنى شويه عشان يستفيد بمميزات البوسبيرون، انه ما بيعملش ادكشن، ما بيعملش سكليتال ماسل ريلاكسيشن، ما بيعملش سيفير دراوت. بص بيرون عايز الميكانيزم بتاعه بارشال اجونست على السيروتونين 1 ايه، وعايز اهم عيب فيه ان هو ديليد اونست، وبالتالي اذا استخدمته هستخدمه فقط في ايه؟ في الكرونيك انكزايتي. من ضمن المنومات الاخرى غير البنزودايازبينز والبارميتريت حاجه اسمها زولبي دم. حاجه اسمها يا شباب زولبي دم. ايه الزولبي دم ده؟ ده دواء فيري شورت اكتنج، في هوب بتاعته ساعة بس، شغله ينشط البنزو ديازيبين ريسبتور. يعني هو ايه؟ هو نون بنزو ديازيبين بس يقدر يشغل البنزو ديازيبين ريسبتور، خاصة حاجة اسمها بنزو ديازيبين 1. فيعمل بقى جابا اكتيفيشن، كلورايد انفلوكس، هايبر بولاريزيشن انهيبيشن. مستو ان السكريتال ماسل ريلاكسيشن بتاعه قليل، ان حضرتك الهانج اوفر فيه قليل، ان نسبه الادكشن فيه قليله بس شورت اكتنج، يبقى هينفع فقط في الفيلير تو ستارت. ما هو شورت ايه يا شباب؟ طب اذا حصل منه توكسيستي تعمل ايه؟ نفس الانتي دوت. مش انت بتشغل مين؟ يبقى انت لما يحصل منك توكسيستي ادي مين؟ فلومازينيل، الانتي دوت بتاع البنزودياسبين. طبعا هناك بعض الحاجات الاخرى زي ماده اسمها كلورال هيدريت. الكلورال هيدريت ده دي نقط كده بنحطها في العصير او اللبن، ومفيده جدا للاطفال والاولد ايج. دي مفيده في الاطفال الاولد ايج لان لو استخدمتها بالجرعات العلاجيه لها تاثير منوم بدون ما تضر الكارديو باسكولار والريسبيراتوري. بس استخدمتها فين؟ في الثيرابيوتيك. انما اذا وصلت للتوكسيك برضه هيحصل ار سي ديبريشن وفازو موتور سنتر ديبريشن. اهم عيب في الكلورال هيدريت انه هايلي ايريتانت، انه فيري ايريتانت، فعشان كده ما ينفعش يتاخد دايركت. يعني تخيل انت لو خدت نقطتين كلورال هيدريت دايركت ألصر في الحال قرحه. فعشان كده دايما يخففوه في عصير او في لبن، ان كمان طعمه وحش. يبقى الكلورال هيدريت هو منوم، ولكن لازم له شروط انك تستخدمه بالثيرابيوتيك دوز عشان يبقى امن على الريسبيراتوري والكارديو. عشان كده بحبه في الاطفال والاولد ايج، وكمان لازم يتخفف في عصير او في لبن. لماذا؟ لانه هايلي ايريتانت وباد تيست. تمام. ارجع تاني. اهم موضوعات السي ان اس على الاطلاق ثلاث موضوعات اللي هم ناركوتيك اللي هو المورفين والميبريدين، نون ستيرويدال اللي هو الاسبرين والكوادرو، والبنزو دايازيبينز. تمام. طب بقيه الحاجات مهمه؟ طبعا مهمه. ان انا بكلمك على تلت السي ان اس، احنا امبارح قعدنا شرحنا خمس موضوعات. خدنا الانتي سايكوتيك، الانتي فاركنسونيزم، الانتي ديبريسنت، الانتي ايبريبتيك، وجبنا كده في الاخر الامينو فيل، صح؟ مهمه اه مهمه طبعا، نقراهم كويس. طيب تعالوا بقى نبدا بحاجه بسيطه كده وبعدين هنبدا في الديابيتس. الديابيتس ميليتس. طبعا الديابيتس يا شباب في منه اربع انواع.
مفيش انسولين تماما، ده اسمه تايب 1. في نقص في كميه الانسولين او في فاعليه الانسولين ده اسمه تايب 2. في سكر نتيجه سكندري كوزس دراجز مثلا ده اسمه سكندري دايابيتس. في سكر بيحصل مع الحمل ده اسمه جيستيشنال دايابيتس اللي هو سكر الحمل. ثاني يبقى في مشكله عامله سيفير دامج اوف بيتا سيلز، وده بيكون سببها غالبا اوتو اميون ديزيز، دي بنسميها تايب 1 دايابيتس ميليتس. في مشكله مقلله السكريشن بتاع الانسولين او مقلله السنسيتيفيتي بتاع الانسولين اسمها تايب 2، ودي غالبا حاجه جينيتك حاجه هيريديتوري. في دواء معين رفع السكر ده اسمه سكندري دايابيتس او تايب 3. سكر حصل اثناء الحمل لان البلاسنتا طلعت بعض الفاكتورز وبعض السبستانسز اللي زودت السكر جامد جدا عند الست ده اسمه تايب 4 او بقول عليه جيستيشنال دايابيتس. تعالى حضرتك نبدا نعالج تايب 1. علاج تايب 1 ايه؟ انسولين، لا نقاش. واحد ما عندوش انسولين خالص مفيش حلول، لازم ياخد انسولين. حلو جدا. ايه النقط المهمه في الانسولين؟ بريباريشن اوف انسولين، انواع الانسولين ايه؟ ميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين، مهم جدا جدا في النظر. يوزس اوف انسولين، امتى تستخدم الانسولين؟ والسايد افكتس اوف انسولين، ما هي عيوب الانسولين؟ تعال نشوف اول حاجه الانسولين ممكن نجيبه منين؟ ممكن نجيبه من الانيمالز. لو جبناه من البوفاين من الكاو مختلف عن الهيومن في 3 امينو اسيد. الانسولين عباره عن 51 امينو اسيد مكون من 2 تشينز، A تشين 21 و B تشين 30 ماسكين مع بعض بداي سلفايل بوند. دي A تشين اهي 21 ودي B تشين اهي 30 ماسكين مع بعض بحاجه اسمها داي سلفايد بوندز. تمام. لو انا استخدمت الانيمال انسولين هيبقى مختلف اكيد عن الهيومن. البوفاين الكاو يعني مختلف في 3. البوركاين اللي هو جاي من البيبس مختلف في 1. عشان كده ده هايلي انتيجينيك، الالرجي هنا اعلى وهنا ده لس انتيجينيك. حضرتك عايزين بقى الانتيجينيسيتي او الحساسيه دي تختفي، فقالوا نعمل ايه؟ نجيب البوركاين ده ونعدل فيه نحوله للهيومن، يبقى اسمه هيومنايز. يبقى الهيومنايز ده اصله ايه؟ اصله انيمال وانا عدلت فيه. او نجيب الهيومن انسولين ونطبعه نعمل له ريبليكيشن. طب هتعمل له ريبليكيشن على مين؟ يا اما تعمل له على بكتيريا اسمها الايكولاي، يا اما تعمل له على فطر الخميره يست. وده بيتم طبعا في تكنولوجيا عاليه جدا جدا في شركات هاي تكنولوجي لانها بتستخدم الجينيتك انجينيرنج والدي ان اي تكنولوجي. ازاي بنحصل على الانسولين؟ يا اما انيمال يا اما هيومن. الانيمال بوفاين مختلف في 3، بوركاين مختلف في 1. ممكن اخد البوركاين ده واعدله احوله الى هيومنايز. الهيومن اجيب الهيومن انسولين واعمل له ريبليكيشن اما على ايكولاي او يست، وده بنحتاج فيه دي ان اي تكنولوجي. طبعا ده نوت اند شيب. عظيم. الانسولين الطبيعي اللي في جسمك ده اسمه مونومر. اسمه يا شباب مونومر، كده يشتغل يتكسر يخلص التي اب بتاعته 5 دقايق. طب حضرتك ما ينفعش بقى انا اديك المونومر بقى، امال نعمل ايه؟ لازم نغير في شكل الانسولين عشان يقعد مده اطول في جسمك. فطلعنا اول ما طلعنا عملنا ايه؟ خلينا الانسولين ده هيكسمر. الكريستالز بتاعته عباره عن هيكسمر بحيث الانسولين ماسك مع ماده اسمها الزنك في صوره هيكسمر. فطلعنا حاجه اسمها ريجولار انسولين.
او بقول عليه كريستالاين زنك انسولين. يبقى الانسولين اللي انا هديه لك ده عايز اخلي مدته اطول شويه، فخليته في صوره هيكسمر بالارتباط مع الزنك، فعملت حاجه اسمها كريستالاين زنك انسولين اللي انا بسميه ريجولار انسولين، وده حضرتك سوليبول انسولين. يعني ايه سوليبول؟ يعني هو الوحيد اللي مسموح ان احنا نحقنه اي في. وصفاته ايه؟ يبدا بعد نص ساعه، بيك بعد ساعتين، ديوريشن حوالي من 6 الى 8 ساعات. تمام؟ ده الريجولار السوليبل الكريستالاين زنك انسولين، وده بنديله لقب اسمه شورت اكتين. حلو جدا. بس احنا لقينا حاجه عجيبه، ان لما بياخد هذا الريجولار انسولين مستوى السكر في الدم بيزيد لاعلى مستوى تقريبا بعد ساعه. طب والانسولين اعلى مستوى ليه بعد قد ايه؟ يعني السكر هيعلى قبل البيك بتاع الانسولين. فكده المريض ممكن يجي له حاجه اسمها بوست برانديال هايبرجلايسيميا. طيب ولقينا الجلوكوز اللي في الاكل ده بيبدا ينزل للبيز لاين تقريبا بعد 4 ساعات، وبالتالي الانسولين ده هيقعد في جسمك لحد كام؟ من 6 لـ 8. ده ممكن حضرتك يبقى انت عندك انسولين والسكر نزل، فممكن يعمل لي حاجه اسمها ديليد هايبوجلايسيميا. تاني الراجل ده كان يناسب المريض، وكنا بنديله كل ما ياكل ياخد جرعه، كل ما ياكل ياخد جرعه، فلازم اعمل ريبيتد انجكشن. بس في مشكله حصلت ان السكر بيعلى بدري، فبيعمل لي حاجه اسمها بوست برانديال هايبر، او الدواء بتاعي كمان بيتاخر في شغله عن الجلوكوز، فيعمل لي حاجه اسمها ديليد هايبر. في حاجه يا شباب؟ الامينو اسيدز بتاعه الانسولين العادي، فيطلع لنا انواع جديده من الانسولين ليها خاصيه الالترا شورت. بالدي ان ايه تكنولوجي يا شباب، بنبدا نبدل في ترتيب الامينو اسيدز، فطلع لنا حاجه اسمها انسولين ليس برو، انسولين اسبارت، انسولين جلو لايسين. في عندي 3 انواع الترا شورت. عملناهم ازاي؟ بدأنا نغير في ترتيب الامينو اسيد، فطلع لي انسولين ليسبرو، انسولين اسبارت، وانسولين جلو لايسين. مواصفاتهم ايه؟ يشتغلوا بعد بيك ديوريشن. حلو جدا، حصل. بس دول ما يتاخدوش وريد، خلي بالك دول ما يتاخدوش وريد. طيب يا دكتور دلوقتي انا مش معقوله بقى كل وجبة هاخد جرعة انسولين، ما عندكش حاجة تطول لي المدة شوية؟ هنعمل لك حاجة ظريفة. ايه هي؟ هحط لك على الانسولين ده الكريستالاين زنك انسولين ده مادة اسمها بروتامين. مادة اسمها حلو. بس انا هحط، انا بكلمك على الانواع اللي موجودة في السوق دلوقتي، سيبك من بعض الكتب كاتبة انواع كتير قوي زي ما انا هقوله، بس هو اللي مهم. هحط لك نسبة من البروتامين متعادلة مع نسبة الزنك بتاع الانسولين.
بديك حاجه اسمها ايه؟ نيوترال يعني متعادل. بروتامين زنك اوف هيدروجين يعني ايه؟ يعني حضرتك بتحط نسبه متعادله من البروتامين والزنك مع الانسولين. تقول لي طب انا هستفيد ايه؟ هتستفيد ان ممكن تاخد ده وتخلطه مع الريجولار انسولين. هنا عملت ايه؟ حطيت نسبه متعادله من البروتامين مع الكريستالين زنك انسولين. فالبروتامين خلى البدايه تتاخر. يعني الراجل ده هيبدا لسه بعد ساعتين. والبيك تقريبا من 6 الى 8 ساعات. والديوريشن تقريبا 18 ساعة. النوع ده الجديد ده هو نوع رائع جدا للغدا والعشاء. انما عمره ما هيلحق الفطار، صح؟ طب نعمل ايه؟ التركيبة اللي انت عاملها دي انك حاطط نسبة متعادلة من البروتامين مع الزنك يخليك تخلطه على مين؟ تسمع عن حاجة اسمها انسولين ميكستارت. ايه البيكستارت ده؟ بتاخد حضرتك ده اللي هو الشورت اكتنج ده تحطه على ال NPH بسرنجة واحدة. تعمل ايه؟ ده يغطي لك الفطار والجزء ده يغطي لي غدا والعشاء. فهمنا اللعبة؟ عشان كده كمان بدأوا يطلعوا تركيبة جديدة اسمها NBL. يعني زي ما عملت كده خلطت البروتامين على الكريستالين زنك انسولين، اخلط البروتامين على الليسبرو، اخلط البروتامين على الاسبارت. مش انت دلوقتي الليسبرو والاسبارت كانوا بيشتغلوا 4 ساعات بس؟ لما هتضيف لهم بروتامين هيتاخروا شويه في الشغل بس هيقعدوا معاك 18 ساعه. طب ميزه دول ايه؟ ان انا ممكن اخلط على ال NBL الليسبرو، اخلط على ال NBA الاسبار. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انتوا مش عايزين تفهموا اصلا. ببساطه خالص الانسولين العادي مونومر ما ينفعش اديه في هاف 5 مينتس. واعمل ايه؟ الشركات بتصنع لي الانسولين في صوره كريستالز مكونه من هيكسمر انسولين زنك. ده اللي هو الانسولين المائي اللي هو السوليبل انسولين او الريجولار انسولين، بيبدا بعد نص ساعه بيك، ساعتين ديوريشن 8 ساعات. عمل لي شويه مشاكل كده مش مظبوط قوي مع نسبه السكر في الدم فعدلنا الدنيا. ايه عدلنا الدنيا؟ جبنا الهيومن انسولين ده وقعدنا نبدل في الامينو اسيدز فطلع لنا 3 انواع: انسولين ليسبرو، انسولين اسبارت، انسولين جلولايسين. دول يبداوا بسرعه قوي بعد ربع ساعه ويخلصوا برده بسرعه بعد 4 ساعات. فعشان كده سميناهم الترا شورت. اذا كنت بتقرا على ده شورت، هم الترا شورت وعليهم رابت اكتيف. صح دي؟ عايز بقى حضرتك اخلي المده اطول شويه لان الانواع دي كل وجبه لازم ناخد جرعه. فانا عايز اخلي مده الانسولين تقعد وقت اطول. فهنضيف للانسولين ايه؟ بروتامين. هنضيف الانسولين ماده اسمها ايه يا جماعه؟ والله اذا ضفت البروتامين للكريستالين زنك ده يبقى اسمه ان بي اتش. حلو؟ اذا ضفت البروتامين للاسبارت يبقى اسمه ان بي ال. اذا ضفت البروتامين للليسبرو يبقى اسمه ان بي ال. اذا ضفته للاسبارت يبقى اسمه ان بي اي. صح؟ فايده البروتامين ايه؟ ديوريشن تزيد، بس خلي بالك الانصت هيتاخر. تاني ما هو انت تستفيد ان الديوريشن ايه؟ اطول، بس الانصت ايه؟ ها؟ هيتاخر. على ما يبدا يتفكك ويبدا يخش ويبدا يشتغل هياخد وقت. طب الحل؟ حضرتك ال بي اتش اخلط عليه شويه ريجولر. فالريجولر يشتغل في الاول، على ما يخلص الريجولر يكون البي ان بي اتش بدا يشتغل، يبقى هتحط لك اليوم كله. فهمتوا اللي انا بقوله؟ انت هتاخد السرنجه فيها النوعين،
يعني انت بتحقن المريض النوعين، النوع ده يشتغل بدري على ما ده يخلص يكون ال ان بي اتش بدا يشتغل ويديك مده اطول. صعبه دي يا جماعه. طب ال ان بي ال اخرته على الاسبرو، الاسبرو يشتغل بدري وبعدين ال ان بي ال يكمل المده الاطول وهكذا. الاسبارت يشتغل بدري وال ان بي اي يكمل. فاهمين اللي بقوله؟ صعب. هو يمكن الفرق في ايه؟ ان الريجولار انسولين ده بيتخلط في الشركه، بيجي لك مخلوط جاهز. يعني الفايل نفسه الحقنه نفسها فيها المكونين مع بعض، فانت بتسحب بالسرنجه وتحقن على طول، يبقى انت حقنت ايه؟ حقنت الاثنين مع بعض. انما ال ان بي ال وال ان بي اي لا، انت اللي بتخلط وقت الحقن. يعني تسحب هنا مثلا 20 وحده وتسحب هنا مثلا 20 وحده وده. فهمنا؟ يعني الخلط مع ال ان بي اتش والريجولر مسبقا. انما الخلط بتاع ال ان بي ال والليسبرو وقت ما هتحقن. طيب احنا لقينا بقى كمان لما عملنا شويه تغيرات برضو في الاراي والاسد طلع لنا انواع جديده فيري لونج اكتنج تقعد في جسمنا 24 ساعه. تقعد قد ايه؟ طول اليوم. ده كمان بتديك ميزه انها بيك لس. ايه يا شباب؟ يعني ايه بيك لس؟ يقول لحضرتك الدواء دلوقتي حقنته تحت الجلد الانسولين. يبدا يوصل البلد تقريبا بعد ساعه ساعه ونص بالكثير، وبعدين يبدا يشتغل، بس بيديك انسولين شبه ثابت طول اليوم. بيك مفيش حاجه اسمها بقى اونست وبيك وديوريشن. لا الكلام ده مش موجود هنا. هو بيديني ايه؟ نسبه ثابته من الانسولين يمسك في السبكوتينيوس فات ويبدا يسيب سنه بسنه. يمسك في البلازما بروتين ويبدا يسيب سنه بسنه. فيديك حاجه اسمها بيكلس ايه؟ خلال 24. هتقول لي يا دكتور طيب الدواء ده حلو قوي. طب لما باكل والسكر يعني ما هو الانسولين ده مش هيكفي. طب لما اقول حضرتك بين الاكل والسكر ولسه الانسولين ايه؟ موجود. كلينيكال يا شباب لقوا مرضى السكر المشاكل الاساسيه بتاعتهم بتحصل ليه؟ اب اند داون، اب اند داون. يعني ايه؟ يعني بقول لك مشاكل مرضى السكر مش ان السكر بيعلى، لا، ان السكر بيضطرب، شويه يعلى شويه ينزل، شويه يعلى شويه ينزل، فيحصل خلل في الانسجه. يعني مشاكل السكر مش بتاتي من ارتفاع السكر، لا، بتاتي من ارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع. كل سكره عالي قوي. طب نسي ياكل يوطي قوي. طب اشتغل وحرق يوطي قوي قوي. فاهمين يا مثلا؟ قالوا اسلم حل ان انا اخلي نسبه السكر في الدم شبه ثابته. يفطر فطار خفيف وبعدين الساعه 11 يعمل سندوتش وبعدين يتغدى غدا خفيف وبعدين يجي بعد الغدا يعمل سندوتش وبعدين يتعشى عشاء خفيف وبعدين قبل النوم ياكل حاجه خفيفه. فاهمين؟ يبقى مستوى السكر في الدم اخباره ايه؟ ها؟ لا بيعلى قوي ولا بيوطى قوي. انسب حاجه تظبط لك النوع ده من الاكل بيك لس انسولين. يعني لحد دلوقتي انت اكلت سكرك عالي لسه هينزل وتجاي واكل تاني سكرك التاني عالي ها لسه هينزل اتغديت. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انت دائما بتبقى حريص ان نسبه السكر تكون شبه. مين بقى اللي يظبط لك نسبه السكر شبه ثابته؟ البيك لس انسولين. مين هم؟ انسولين كيلارجين وانسولين ديتيمير. انسولين كيلارجين وانسولين ديتيمير دول حضرتك يبداوا شغل بعد ساعه لساعتين ويقعدوا في جسمي 24 ساعه. عظيم يا شباب. في مشكلة؟ يبقى عرفنا نوع الانسولين. في حاجات شورت اكتنج اللي موجود في السوق الريجولر. في حاجات الترا شورت اللي بنقول عليها رابيد اكتنج. ليسبرو، اسبارت، جلورايسين. طب في حاجات انترميديا يا ان بي اتش يا ان بي ال يا ان بي اي. في حاجات لونج اكتنج اللي هو الجلارجين والديفيميل. طيب يا دكتور
انا حضرتك دلوقتي مقتنع برايك وكل يوم باخد حقنه جلانشين تكفيني 24 ساعه وماشي زي ما انت بتقول لي فطار خفيف وسندوتش وغدا خفيف وسندوتش وهكذا. طيب حضرتك دلوقتي في عقيقه نعمل ايه؟ طيب في اوبن بوفيه نعمل ايه؟ يعني انا معزوم بقى وخلاص يعني خلاص انا زهقت من اللي انت بتقول عليه ده. يعني انت حضرتك بقى خلاص هتدبها خلاص تمام يعني نويت؟ نويت. ممكن بقى تاخد حقن ايه؟ نسبرو. لما تحتاج النسبرو ممكن تاخد نسبرو. لو انت حاسس ان سكرك هيعلى قوي في الاكله دي ممكن تاخد جرعه نسبرو او جرعه اسبرت. اتفقنا يا شباب؟ يعني حتى بعض الدكاتره لانه مش واثق قوي في المريض بتاعه انه هيسمع كلامه بيقول له ايه؟ خد بيكلس انسولين وتعالى في الغدا خد شويه نسبرو. فهمنا؟ هو واثق انه مش هيسمع الكلام حته بقى غدا خفيف والكلام ده فاقول له ايه؟ خد جرعه جلارجين طول اليوم وبعدين في الغدا هو عارف ان في الغدا هيفتري يعني فاقول له خد جرعه ايه؟ جرعه الترا شوت. اتفقنا يا شباب؟ طب نكمل معاك. عيسوم طبعا نكمل مع الانسولين وهنتكلم على الميكانيزم of action of insulin. الميكانيزم of action of insulin. الانسولين ده عبارة عن بولي بيبتايد هرمون. كل ما هو بولي بيبتايد هرمون هو ليبيد انسوليبل. يعني مش هيقدر يعدي السيل ممبرين. يعني لازم يعمل شغله كله وهو بره. يبقى حضرتك الانسولين على الاديبوز تيشو وعلى السكيليتال مسل لازم يبقى له سبيسيفيك ريسبتور مخصوص تناسب ظروف الانسولين. هي ايه ظروف الانسولين؟ انه بولي بيبتايد هرمون يعني ليبيد ان سوليبل وبالتالي الريسبتور بتاعته مكونه من جزء خارجي اسمه الفا سب يونتس هيمسك عليه الانسولين ومكونه من جزء داخلي هيبدا يعمل لي الانترا سيلولار تشينجز. يبقى حضرتك في عندي تو الفا سب يونتس شغلتهم ايه؟ بايند ويز انسولين. وفي عندي تو بيتا سب يونتس شغلتهم ايه؟ انترا سيلولار اكتيفيشن. يبقى اول حاجه الانسولين بايندز انتو تو الفا سب يونت اون ذا سيل ممبرين ذن ستيميوليشن اوف ذا بيتا سب يونتس. البيتا سب يونتس دي ماسكه مع حاجه اسمها انسولين ريسبتور سبستريت. انسولين ريسبتور سبستريت ودي مرتبطه بحاجه اسمها تيروزين كاينيز مرتبطين بانزيم اسمه ايه يا جماعه؟ عشان كده بتقول على الريسبتور دي تيروزين كاينيز لينكد ريسبتور. بنسميها ايه يا جماعه؟ تيروزين كاينيز. فحضرتك مسكت في الالفا وصلت معلومات للبيتا ان الانسولين مسك حصل اكتيفيشن للانسولين سبستريت الانسولين ريسبتور سبستريت نشطت مين؟ التيروزين كاينيز ده لما يتنشط يعمل شغلتين مهمين جدا. اول شغلانه بيعملها بيعمل اكتيفيشن بيعمل تنشيط لمين؟ للجلوت 4 بينشط انزيم اسمه ترانسلوكيز. الترانسلوكيز ده ينقل الجلوت 4 من السيتوبلازم يوصله فين؟ على السيل ممبرين. الجلوت 4 يتنقل من السيتوبلازم لحد ما يقرب جدا لمين؟ عشان يعمل ايه؟ يعمل لي ابتيك اوف جلوكوز. ايه اللي حصل؟ لما حصل تيروزين كاينيز اكتيفيشن حصل فوسفوريليشن
حصل اكتيفيشن لبعض الانزيمز في الخليه اهمهم ترانس لوكيز، نشط الجلوت 4 ترانس لوكيشن على السيل ممبرين تو ها ترانسبورت تو ابتيك جلوكوز داخل الجلوكوز. الجلوكوز اللي داخل ده بيخش عليه انزيم اسمه هيكسوكاينيز يحوله لي الى جلوكوز 6 فوسفيت، والجلوكوز 6 فوسفيت يعمل لي طبعا جلايكولوسيس ويطلع لي اي تي بي. يبقى هنا انا عملت ايه بالانسولين؟ عملت حاجه اسمها جلوكوز اوبتيك وساعدت على حاجه اسمها الجلوكوز يوتيلايزيشن. كويس. طيب حضرتك قدرت تدخل مين؟ الجلوكوز وحولته الى جلوكوز 6 وعملت جلايكولوسيس وطلعت اي تي بي. هل حضرتك في الاديبوس تشو محتاج جلايكولوسيس؟ ركز. هل انا في الاديبوس تشو محتاج ان انا اكسر الفات عشان اجيب منه انرجي؟ وبالتالي بمجرد دخول الجلوكوز بيحصل انهيبيشن في الاديبوس تشو لللايبوليسيس. لو بتكلم على مستوى السكليتال ماسل، لو انت دخلت الجلوكوز جوه السكليتال ماسل وبتعمل له يوتيلايزيشن وهتجيب منه انرجي، حضرتك محتاج في السكليتال ماسل جلايكوجين لايسيس، محتاج تكسر الجلايكوجين عشان تجيب منه جلوكوز، لان انا خلاص اوريدي دخلت مين؟ فيعمل لي في السكليتال ماسل انهيبيشن للجلايكوجين لايسيس. ده اتجاه. يبقى الاتجاه الاول هو مساعده دخول الجلوكوز واليوتيلايزيشن والحصول على الانرجي من الجلوكوز، وده هينعكس في الاديبوس تيشو ان انا مش هحتاج اعمل لايبوليسيس، وهينعكس في السكليتال ماسل ان انا مش هحتاج اعمل جلايكوجين لايسيس. طيب وبعدين الاتجاه الثاني انه يروح يعمل جين اكسبريشن ويعمل بروتين سينثيسيس. علشان كده الانسولين اتز انابوليك هرمون. اتز ايه يا جماعه؟ طبعا حضرتك الجلوكوز اللي انت جبت منه انرجي ده، طب في جلوكوز زياده يا دكتور؟ انا عندي جلوكوز زياده في الاديبوس تيشو يتحول الى جليسرول ويدخل في تصنيع الترايجلسرايدز. الجلوكوز الزياده في السكليتال ماسل يتخزن في المصل في صوره جلايكوجين. يبقى حضرتك الجلوكوز قدرت تدخله بسهوله بمساعده الانسولين، يبقى انت مش محتاج جلايكوجين لايسيس. بالعكس لو الجلوكوز زياده هتحوله لجلايكوجين، مش محتاج للايبوليسيس لانك اوريدي دخلت الجلوكوز وعملت له جلايكوليسيس وطلعت الانرجي منه. خلاص الانسولين عمل اللي عليه، تدخل الريسبتور بالانسولين، الانسولين يبوظ وتبدا الريسبتور يحصل لها ري سايكلينج، يعاد تشكيلها مره اخرى عشان تجيب انسولين جديد. تاني يا شباب، الانسولين له مواصفات خاصه. ايه هي المواصفات الخاصه؟ انه بولي بيبتايد هرمون، وفي نفس الوقت هو بيأثر في الخليه، سواء بيأثر على مستوى النيوكليس او حتى بيأثر على مستوى الانترا سايتوبلازميك او الانترا سيلولار انزايم. طب ازاي هيأثر وهو اساسا مش عارف يدخل؟ في ريسبتور مخصوص للانسولين مكونه من جزئين، جزء خارجي اسمه الفا سب يونتس بايندز ويز انسولين، جزء انترا سايتوبلازميك مكون من البيتا سب يونتس، هو ده اللي مسؤول عن الاكتيفيشن. الاكتيفيشن بيمر مرحلتين، المرحله والاثنين اسمهم تيروزين كاينيز لينك. المرحله الاولى ترانس لوكيشن اوف جلوت 4 to facilitate glucose up and then glucose utilization. glucose يدخل وبعد كده هيكسوكاينيز يتحول لجلوكوز 6 فوسفيت يحصل جلايكوليسيس. في الاديبوس تيشو طالما دخلت الجلوكوز اكيد مش هتحتاج الجلايكوليسيس. في السكليتال ماسل طالما دخلت الجلوكوز اكيد مش هتحتاج الجلايكوجين لايسيس. وبعدين حضرتك الاتجاه الثاني ان يحصل جين اكسبريشن وبروتين سينثيسيس، عشان كده بنسمي الانسولين اتز انابوليك هرمون. تمام. دي نقطه مهمه برضه من النقط اللي ممكن تيجي. طب هنستخدم الانسولين في ايه؟ اول
cases of type 1. ودايما يا شباب اي مريض سكر قبل ما تديله اي علاج لازم ببدا معاه بدايت كنترول اند اكسرسايز بروجرام. اظبط له اكله وادخله في اكسرسايز بروجرام. ليه؟ عشان المريض كل ما هيعمل اكسرسايز بروجرام وهيظبط اكله كل ما الانسولين ريكوايرمنت هتقل. خلي بالك لو المريض اهمل وخد انسولين كتير ده بمرور الوقت بيدخله في حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. هو انت بتاكل كتير فبتحتاج انسولين كتير، وبعدين تاكل كتير محتاج انسولين اكتر. قلت الاستخدام الاجنست لفترات طويله بيعمل ايه في الريسبتور؟ انسولين ريزيستنس. جميع حالات تايب 1 خلاص، انه تايب 1 مفيش بيتا سيلز مفيش انسولين بيطلع خالص. نمره 2 بعض حالات تايب 2. ليه؟ لأن طيب تو حضرتك هتدي أدوية هنتكلم عنها دلوقتي، هتدي أورال تريتمنت. إنما في بعض الأحوال هضطر أديله أنسولين، إما بشكل مؤقت وإما هحوله بشكل دائم إلى أنسولين. إمتى ياخده بشكل مؤقت؟ في حالات اسمها ستريس كونديشنز. حالات اسمها إيه يا جماعة؟ يعني إيه ستريس كونديشنز حضرتك؟ يعني داخل يعمل عمليه اوبريشن جاله انفكشن، واحده ست حامل، الثلاث حالات دول اسمهم ستريس كونديشن. حتى لو قبل العمليه قبل ما الست ما تحمل قبل ما يجيله انفكشن كان ماشي على اورال ما ينفعش يكمل. ليه؟ لان بتطلع كميات رهيبه من الستريس هرمونز، جروس هرمون، كورتيزون، جلوكاجون، بيرفعوا السكر بشكل رهيب جدا. يستحيل الاورال يسيطر. مين اللي لازم يسيطر؟ الانسولين. يبقى انت ياخد انسولين تايب 2 بشكل مؤقت. امتى؟ ستريس كونديشن، يعني يخلص العمليه يرجع تاني للاورال. الانفكشن يتعالج يرجع تاني للاورال. الست تخلص الحمل ترجع تاني للاورال. ها؟ انفكشن اوبريشن بريجننسي. او ممكن يتحول من الاورال الى الانسولين بشكل دائم. امتى؟ لو المريض دخل في سيفير ليفر سيل فيلير، لو المريض دخل في رينال فيلير. ليه؟ لان حضرتك الميتابوليزم والاكسكريشن بتاع الحاجات الاورال هيبقى ضعيف جدا والمريض يدخل في توكسيستي. انما حضرتك الانسولين هو امن انتي دايابيتك في الرينال فيلير وأأمن انتي دايابيتك في الليفر سيل فيلير. كمان ممكن المريض يغير لانسولين بعد فتره من الوقت. يعني ايه بعد فتره من الوقت؟ تلاقي الشخص ده تايب 2 وخد اقراص خمس سنين 10 سنين وبعدين راح الدكتور قال له انت لازم يعمل غير الانسولين. ليه؟ قال له البيتا سيلز اللي عندك استهلكت خلاص. ما انت كل يوم عمال تديها ايه؟ ستيمولس ستيمولس ستيمولس. بعد فتره من الوقت حصل لي انا معاه اكزوستشن. يبقى انا ممكن الجا للانسولين في تايب 2 بعد ما هجرب الدايت والاكسرسايز والاورال ما نفعوش يبقى ياخد انسولين. فاهمين ازاي يا شباب؟ يبقى حضرتك مين اللي هياخد انسولين؟ اول كيزز اوف تايب 1. طب ممكن مريض تايب 2 ياخد؟ ممكن بشكل مؤقت انفكشن اوبريشن بريجنسي، بشكل دائم سيفير ليفر سيل فيلير رينال فيلير او افتر فيلير اوف اورال انتيبايوتيك. طبعا في حاله مش هيفرق معايا اذا كان تايب 1 او تايب 2، هو لازم ياخد انسولين اللي هو مين؟ هايبر جلايسيميك كوما دايابيتيك كيتو اسيدوزس. واحد يا دكتور عنده غيبوبه زياده سكر، هو كده كده مش هيعرف يبلع فكده كده لازم هياخد ايه؟ يبقى الهايبر جلايسيميك كوما سواء كان تايب 1 دايابيتيك كيتو اسيدوز او كان تايب 2 هايبر اوزمولار كوما، سواء ده هو في غيبوبه فعلاجه ايه؟ انسولين. يبقى امتى ياخد انسولين؟ اول كيس تايب 1 تايب 2 تمبورالي ستريس كونديشن انفكشن اوبريشن بريجنسي بيرمننت سيفير ليفر سيل فيلير رينال فيلير افتر فيلير اوف اورال انتي دايابيتيك. وطبعا في حالات الغيبوبه مش هيفرق معايا اذا كان
تايب 1 او تايب. في هناك بعض الاستخدامات الاخرى ما بنحبش نذكرها في الامتحانات، اللي هو بقى ايه؟ يقول لك مثلا ده الانسولين ده ابيتايزر، فممكن ناخده في الانوركسيا. والله الانسولين ده ممكن يساعد الناس اللي عندهم جنون شديد وسايكوز شديد ان انا ادخلهم في كوبا. لا، كان شايف منه. اكتب لي بس الديابيتك يوزس. اكتب لي مين؟ عظيم. ما هي العيوب؟ ما هي عيوب الانسولين؟ بنقسمها للتسهيل. بقسم العيوب عشان تبقى الدنيا سهله. في عيوب لوكال وفي عيوب سيستميك. لوكال، عندي حساسيه من الانسولين، فتلاقي مكان الحقنه ها شويه الرجيك رياكشن، شويه ريدنس بسيط مكان الحقنه، ده اسمه لوكال الرجي. دي حساسيه بسيطه. الراجل بيستخدم السرنج اكتر من مره، فده ممكن يعمل له سكندري انفكشن. الراجل مش عارف يغير مكان الحقن لان هو اللي بيحقن نفسه، فكل يوم يحقن هنا يحقن هنا يحقن هنا، يحصل مشكله في الجلد اسمها لايبودستروفي. في ثلاث مشاكل لوكال، اللي هم مين؟ لوكال الرجي، سكندري انفكشن، لايبودستروفي. طيب المشاكل السيستميك، ممكن الحساسية تبقى شديدة فيجيله سيستميك الرجي. ممكن حضرتك الانسولين يحصل منه مناعة اسمها انسولين ريزيستنس. يعني ايه؟ يقول لك انا باخد انسولين يا دكتور ما بيجيبش نتيجة. طب ما بيجيبش نتيجة ليه؟ انت ممكن تكون بتاخد انيمال انسولين، جسمك بيطلع انتي بوديز لهذا الانيمال انسولين، بتاخد انسولين فيه بروتامين، والبروتامين هو اللي عامل لك مناعه للانسولين. فاهم قصدي؟ فلما يجي لك واحد عنده انسولين ريزيستنس والسبب في الانسولين، يفضل تديله ريجولار انسولين، كلير انسولين، ما تلعبش فيها. ابعد عن الانيمال خالص، وابعد عن اي اضافات للانسولين. طبعا ممكن يكون العيب مش في الانسولين، ممكن يكون العيب في الريسبتور. هنعرف ازاي نتعامل معاها دلوقتي. ممكن يكون العيب في التشوز نفسها، استجابه التشو للانسولين ضعيفه. هنعرف برضه ازاي نتعامل معاها دلوقتي. يبقى في انسولين ريزيستنس، في سيستميك الرجي وهايبر سنسيتيفيتي. لكن اهم سايد افكت على الاطلاق، لو كترت جرعه الانسولين، لو خدت انسولين وما كلتش، لو ما حسبتش الجرعه صح، هايبوغلايسيميا، وممكن الامور تزيد تدخل في هايبوغلايسيميك كوم. لو هايبوغلايسيميا والراجل فايق كونشس، سهله اورال شوجر، اورال اسود، اي حاجه مسكره خلاص المريض بيظبط. طب لو هايبوغلايسيميا يا دكتور والراجل ان كونشس، الراجل دخل في هايبوغا، بديله جلوكوز بتركيز عالي 50% 50 مللي. في ناس بتخاف من التركيز العالي قوي لانه ممكن يعمل تجلطات، فممكن يدي 25%. المهم هاي كونسنتريشن اوف جلوكوز 50 من 50. 50 مللي من تركيز 50%. ما عنديش جلوكوز. ادي جلوكاجون اللي هو الهرمون اللي بيزود السكر. انت عايز تزود السكر دلوقتي؟ ادي 1 مللي جرام. ممكن اديه اي ام عشان لو انا عايز اكشن سريع شويه. ما عنديش جلوكاجون، اخر اختيار عندك ادرينالين، ولازم تدي الادرينالين سبكوتينيوس. هياخد وقت على ما يشتغل، بس هبقى قلقان جدا لان المريض في الوقت ده بيكون عنده تاكي. ما هو المريض لما بيجي له هايبوغلايسيميا بيجي له تريمورز وتاكيكارديا. لو انت اديته ادرينالين بشكل سريع، الادرينالين بيعمل ايه في الهارت؟ ممكن يعمل لي اريثميا كتيره جدا ويروح المريض. فخلي الادرينالين اخر اختيار ليك، وخلي الادرينالين في بعض الناس تقول لك ممكن الكورتيزون ينفع، لان الكورتيزون بيعمل برضه جلايكوجين لايسيس وجلوكوريوجينيسيس. واحد يقول لك وانا ما عنديش اي حاجه من دول، بحل مشكلتي ازاي؟ تيجي حضرتك هنا في البكا الميكوزا، عارف انت الخد بتاعك ده تشد ده؟ تشده حط شويه عسل.
منتوفين عسل. بيحصل ابزوربشن كويس جدا من البكر ميكوزا وتخش السيستم يبدا المريض يتحسن. طبعا ما ينفعش يبلع، ما انت ما ينفعش تخليه يبلع، هتعمل ايه؟ تجيبه كده على جنبه وبعدين تحط تشيل الخد بتاعه ده وتحط له قطتين عسل بالتدريج يبدا العسل ده يمتص ويبدا المريض يشوف. ده لو ما عنديش ايه؟ ولا جلوكوز ولا ادرينالين ولا جلوكاجون ولا عندي اي حاجه من دي وعايز احل المشكله ممكن العسل يبقى. طيب عظيم. ساعات كمان مهم قوي ان الانسولين نعرف انه بيزود الابيتايت. ده خطوره على المريض ليه؟ لان عايز تاخد انسولين هو بيزود الابيتايت تبدا تاكل ايه؟ كتير، فلما تاكل كتير تحتاج انسولين، فالانسولين يزود لك الشهيه فتاكل، فهمنا؟ فالدنيا تبوظ. يبقى خلي بالك من الاوفر ويت مع الانسولين. كمان مهم قوي انك يجب انك تدي جرعه الانسولين بالليل تكون صغيره مش كبيره. ليه حضرتك ركز معايا دول. لو انت اديت جرعه كبيره بالليل من الانسولين الراجل ده ات ميد نايت هيحصل له ايه؟ هايبوجلايسيميا. ما هو الراجل ده خد جرعه كبيره من الانسولين فيجيله هايبوجلايسيميا ات ميد نايت. طب ما هو حضرتك في هرمونات بتطلع من جسمك اللي هو الكورتيزون والجروث هرمون السيركاديان ريزم بتاعهم، هيطلعوا يلاقوا السكر اخباره ايه؟ واطي. يعملوا ايه بقى؟ يروحوا جايين رافعين السكر. فتصحى من النوم تلاقي سكرك عالي ولا واطي؟ بوست يحصل حاجه اسمها بارادوكسيكال مورنينج هايبرجلايسيميا. يحصل ايه يا جماعه؟ يعني انا متوقع ان اللي بياخد جرعه عاليه من الانسولين بالليل الصبح يبقى سكره ايه؟ واطي ولا عالي؟ نكتشف ان هو عالي. طب عالي ليه؟ عشان لما بيوطى في نص الليل الهرمونات اللي بتطلع عندنا الكورتيزول والجروس هرمون بيبداوا يرفعوا السكر تاني. اسمها مورنينج هايبر جلايسيميا. بيحصل حاجه اسمها يا شباب اسمها سومو جي اي افكت. اسمها يا شباب عظيم جدا. اخر حاجه في الانسولين ناخد جرعه قليله هيعمل في الموضوع ده. هو هيبقى بقى سكره بالليل مظبوط فخلاص مش هيغير حاجه بقى، هيصحى من النوم سكره مظبوط. طيب تعالى شوف لما يحصل له الضغط مثلا هو الاكسرسايز ده بيخلي الانسولين سنسيتيفيتي عاليه. لا ما خدش انسولين فالجلوكوز هيتسحب. يعني الجلوكوز هيتسحب. هو الجلوكوز هيتسحب ليه؟ هو عامل اكسرسايز فهو مفيش انسولين. يعني مش هخش مش هو ما خدش انسولين خالص؟ هو طيب وين طيب تقول؟ لا طيب وين بقى هيخش الجلوكوز ازاي؟ لو مفيش انسولين خالص في جسمه خالص وما خدش اي انسولين خالص هتمام. انا بقول لك دلوقتي مفيش انسولين خالص بيطلع تماما خالص. هو تايب 1 ولا تايب 2 ده مهم. لو تايب 1 وما عندوش انسولين خالص يبقى ازاي الجلوكوز هيطلع؟ فلوس ايه؟ ايوه ماشي. ما هو انت دلوقتي انت في جلوكاجون بيطلع بس مش ملاحق على الهايبوجلايسيميا، انت بتديله دعم من بره، بتديله جلوكاجون من بره. طيب تعالوا يا شباب نشوف من اهم المشاكل اللي بتحصل مع الانسولين بس مش بسبب زياده الانسولين. نقص الانسولين. بدل ما ياخد الجرعه مظبوطه خد جرعه قليله. كال كتير. لخبط. فالمريض هنا بيجي له حاجه اسمها هايبر جلايسيميك كوما. هايبر جلايسيميك كوما اذا حصلت مع تايب 1 نسميها دايابيتيك كيتو اسيدوز اللي هي في العمل. اذا حصلت مع تايب 1 نسميها حلو. اذا حصلت مع تايب 2 نسميها هايبر اوزبولار كوما. اسمها يا جماعه؟ حلو. تعال نشوف تايب 1 ايه مشكلته ونشوف تايب 2 ايه مشكلته. الراجل اللي دخل في غيبوبه زياده السكر تايب 1 مشكلته يا شباب انه السكر عالي مفيش انسولين فبدا السكر ياخد الميه معاه وينزل بيها على اليورين فدخل المريض في هايبر جلايسيميا دي هايدريشن الكترولايت امبالانس. دول لوحدهم يدخلوه في غيبوبه. ده مش كده وبس، لما السكر عالي ومفيش انسولين
بدأ يحصل لايبولوسيس. فبدأ يطلع من اللايبولوسيس ده أسيتون، أسيتو أسيتيك أسيد، بيتا هيدروكسي بيوتيريك أسيد، اللي احنا بنسميهم كيتون بودز. يعني بقى كده ده عندي ثلاث مشاكل: هايبر جلايسيميا، دي هايدريشن، أسيدوز. طب الراجل بتاع تايب 2 عنده هايبر جلايسيميا تمام، عنده دي هايدريشن 100 مللي، بس موضوع الأسيدوز ده نادر انه يحصل، لان هو اوريدي عنده نسبة من مين، فمش هيلجأ لموضوع الدايبوتوس. يبقى اذا المريض جالي الدايابيتك كيتو أسيدوزس ده غالبا بيحصل مع تايب 1. طب اتعامل ازاي؟ غيبوبة يبقى انسولين. طب والانسولين في الغيبوبة الهايبر جلايسيميك كوبر ادي الانسولين ايه؟ سبكوتينيوس. والنوع الوحيد اللي مسموح بي اي في هو الريجولار انسولين، احنا اتفقنا عليه من الاول. هياخد اي في انسولين تقريبا من 10 ل 15 وحده، من 10 الى، وبعدين تحط نفس الجرعه ديت توصلها للمريض كل ساعه من خلال محلول، يبقى ادي مين؟ انسولين اي في عشان يظبط له الهايبر جلايسيميا. وبعدين بحط الانسولين في محلول عشان اظبط الدي هايدريشن. ايه نوع المحلول؟ محلول ملح سلايم عشان تظبط الدي هايدريشن اللي حصل. لحد ما نسبه السكر عند المريض تتراوح اراوند 250، هو انت بتدي الانسولين وحل ليه؟ هو انت ممكن تزود جرعه الانسولين قوي فالمريض يتحرك من هايبر الى هايبو وهو لسه في الكوبر ما فقش. فانت بتدي وتقيس، وصلت حوالين ال 250 وقف الانسولين في محلول ملح. ونعمل ايه؟ ندي انسولين مع جلوكوز. ليه؟ عشان لا السكر يعلى قوي بالجلوكوز ولا يبطى قوي بالانسولين. بتدي حاجه اسمها محلول متوازن. ايه هو المحلول المتوازن؟ انسولين مع جلوكوز، بس تدي جلوكوز كام بقى؟ 5%، تركيز ضعيف. بدي انسولين اي في مباشر وبعدين انسولين في سلايم لحد ما نسبه السكر توصل 250، ريبليس ذس سوليوشن ويز جلوكوز 5% ان انسولين، وتسيب المريض بتاعك شغال على المحلول ده لحد ما يفوق. طيب انت كده عرفت مين؟ هايبر جلايسيميا. طب اخبار الاسيدوز ايه؟ صوديوم بايكربونات. طبعا المريض دايابيتك وغيبوبه لازم تدي انتي بايوتيك. لازم تدي انتي بايوتيك. كمان مهم جدا 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 يا شباب، الجلوكوز اللي بيدخل حضرتك بسبب الانسولين اللي انت اديته بيدخل معاه بوتاسيوم، فالمريض يحصل له هايبوكاليميا تبتدي تدريسه. ليه حضرتك وانت بتعالج الهايبر جلايسيميا مضطر تدي مع الانسولين بوتاسيوم كلورايد؟ لان الانسولين بيعمل ايه؟ بيدخل الجلوكوز، بيحرك البلوت فور عشان يعمل ابتيك للجلوكوز، يبدا يسيطر على نسبه الجلوكوز العاليه، بس هو بيدخل الجلوكوز بيدخل مع مين؟ المريض يجي له هايبو كاليميا، عشان كده لازم ادي المريض ده بوتاسيوم كلورايد. يبقى الراجل بتاع تايب 1 بتاع الدايابيتيك كيتو اسيدوز هيحتاج في الاول انسولين مباشر، وبعدين انسولين في محلول ملح، وبعدين انسولين في جلوكوز لحد ما يفوق. طب والاسيدوزس؟ صوديوم بايكربونيت. طبعا اكيد هيحتاج انتي بايوتيك تو جارد اجينست انفكشن، وكمان بوتاسيوم عشان يمنع الهايبو كاريوز. طب الراجل بتاع تايب 2 ياخد ايه؟ ياخد كل اللي انا قلته ده ما عدا الصوديوم بايكربونات، ان هو ما عندوش كيتو اسيدوز. الراجل بتاع تايب 2 اللي هو عنده هايبر اوزمولار كوما ياخد كل العلاج ده ما عدا
الصوديوم باي كاربونيت. تعال بقى نشوف حضرتك طيب تو هنتعامل معاه ازاي. تعال نشوف طيب تو هنتعامل معاه ازاي. طيب تو حضرتك اما نقص في السكريشن واما نقص في السنسيتيفيتي. المريض ده محتاج ادويه تطلع انسولين او محتاج ادويه تزود فاعليه الانسولين. عندي عيله اسمها السلفونايل يوريا. سلفونايل يوريا جي ايد جي لين بي رايد. ده اشهر واحد. دول امريل جيليبيزايد جيليكليزايد جي ايد جروب جيلم بيرايد. دول شغلتهم الاساسية يخرجوا انسولين. ازاي؟ يروحوا عند البيتا سيلز. البيتا سيلز دي فيها بوتاسيوم تشانل اسمها ايه يا شباب؟ اي تي بي ديبندنت بوتاسيوم تشانل. اسمها ايه يا شباب؟ حلو قوي. يقفلوا البوتاسيوم تشانل. طب هو البوتاسيوم لما كانت التشانل مفتوحه كان بيقطع صح؟ انا هعمل ايه؟ بعمل بلوك للاي تي بي ديبندنت بوتاسيوم تشانل فيمنع البوتاسيوم افلوكس. يمنع خروج البوتاسيوم. يبقى وقت البوتاسيوم لما تفتح البوتاسيوم يدفع. لما منعت طلوع البوتاسيوم البوتاسيوم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى لما البوزيتيف ما يطلعش يحصل ايه جوه الخليه؟ دي بولارايزيشن. حضرتك في شانل بتشم ريحه الدي بولارايزيشن اسمها فولتج جيتد كالسيوم شانل. تروح جايه فاتحه مباشره الفولتج جيتد دي تروح جايه رايحه للفيزيكالز اللي فيها انسولين تطلع لي انسولين. ده اهم ميكانيزم. نقول تاني بيعمل ايه؟ بلوك اي تي بي ديبندنت بوتاسيوم يمنع البوتاسيوم اف يعمل دي اوبن فولتج جيتد كالسيوم يدخل الكالسيوم يعمل لي اكزوسايتوزس وريليز اوف انسولين. ولكن هناك شرط عشان الادويه دي تبقى مؤثره لازم على الاقل 30% من البيتا سيلز والفانكشن. عشان الادويه دي تجيب نتيجه لازم يكون عندي نسبه 30% من البيتا سيلز يكونوا شغالين كويس عشان تبقى نسبه الانسولين اللي هتطلع تكفي المريض. لو اقل من كده لا خلاص ما ينفعش. يبقى المريض مش هيستجيب للادويه دي. من الحاجات المهمه كمان اللي بتساعدك في تقليل السكر بيقلل الجلوكاجون. ايه كمان؟ كمان مهم جدا بيخلي الانسولين ريسبتور دي الريسبتور دي اكثر في النمبر والسنسيتيفيتي. يعني ممكن يكون له دور في علاج الريزيستنس لو سبب الريزيستنس نقص في الريسبتور. مش هنقول ممكن يكون الريزيستنس سبب ايه؟ يا مشكله في الانسولين نفسه يا مشكله فين؟ ممكن يزود النمبر والسنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتور. كمان بيخلي استجابه البيتا سيلز للسكر عاليه. يعني بيزود السنسيتيفيتي بتاع البيتا سيلز للسكر. ما هو اهم محفز للبيتا سيلز عشان تطلع انسولين ايه؟ الجلوكوز. دوره الاساسي يخرج انسولين اما عن طريق انه بيقفل البوتاسيوم شانل واما عن طريق استجابه البيتا سيلز للجلوكوز تبقى عاليه. كمان بيروح حضرتك يقلل الجلوكاجون. بيروح حضرتك يزود النمبر والسنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتور. هنستخدمه امتى؟ تايب 2 وخاصة تايب 2 النون اوبيز. ليه؟ انت هتطلع انسولين وانا قلت لك المشكله ان الانسولين بيزود الابيتايت. كمان لقوا ان الناس اللي هم تايب 2 نون اوبيز بتكون مشكلتهم نقص في السكريشن. ليه؟ مش انا قلت لك ان الانسولين ده انابوليك هرمون. فلما الانسولين بيبدا يقل ايه اللي بيحصل؟ بيبدا المريض يخس. ما
بيبدا يحصل لايبولوسيس. فهنا مهم قوي ان انا ادي الادويه اللي تزود السكريشن في تايب 2 نون اوبيس. عيوبهم مهم قوي في الامتحان. عيوبهم مهم قوي. كلت حضرتك خدت الدواء حضرتك وما كلتش هيحصل ايه؟ هايبوجلايسيميا. هما بيطلعوا انسولين يعملوا ايه في الشهيه؟ اوفر ويت. طيب في الحمل ينفعوا ولا ما ينفعوش؟ ما ينفعوش طلعتوا شرك. قلنا لازم الست الحامل تاخد ايه؟ الثلاثه دول مهمين، هايبوجلايسيميا اوفر ويت تراتوجينيسيتي. وبعدين بقيت السايد افكت اسهل ما يمكن. الرجي ايه؟ بون مارو ديبريشن بي. كوليستاتيك جوندس سي. حاجه اسمها داي سلفورام لايف بيراكب الاسيتالدهايد في جسم المريض. داي سلفورام لايف دي يعملوا لي ايديما اي. يعملوا لي فيلير. يعني بعض الانواع يا جماعه بعض المرضى ما بيستجيبوش للانتي بايوتيك دول اسمها فيلير اف. يعملوا لي جي اي تي ديستربنس جي. يعملوا لك سي ان اس انستابيليتي اي. يعملوا لي هارت بروبلمز يعملوا لي تاكيكارديا اتش. يبقى ايه؟ الرجي بون مارو ديبريشن كوليستاتيك جونز تايسل فوران لايف ايديما فيلير جي اي تي ديستربنس هارت بروبلم وسي ان اس. عندك حوالي 15 سايد افكت بس ما تنساش الثلاثه دول لانهم بره الاي بي سي ومهمين. هايبوجلايسيميا اوفر ويت تراكو جي. ما هي الكونترا انديكيشن اوف سلفونايل يوريا؟ هي نفس اليوز اسمه انسولين. يعني هل ينفع تاخد سلفونايل يوريا في تايب 1؟ ينفع؟ لا طبعا. ينفع تاخد سلفونايل يوريا في ست حامل او في انفكشن او في اوبريشن؟ لا طبعا. في واحد عنده سيفير ليفر سيل فيلير او رينال فيلير؟ برضه لا طبعا. ممكن تاخدها في الهايبر جلايسيميك كوما؟ برضه اكيد لا طبعا. يبقى ما هي الكونترا انديكيشن اوف سلفونايل يوريا؟ هي اليوز اوف نحط عليهم كلمه الرجي. طيب لو انا لقيت يا دكتور تايب 2 دايابيتس نون اوبيز ومشكلته البيتا كويسه بس عايزه حاجه تنشطها، عايزه حاجه تزود السكريشن، فهياخد سلفونايل يوريا. طب عنده الرجي للسلفونايل يوريا نعمل ايه؟ تاني مريض تايب 2 وعنده مشكلة في السكريشن، عرفت ازاي؟ اصله تايب 2 نون اوبيس. خلي بالك الانسولين ريزيستنس بتيجي غالبا مع الناس الاوبيس، الاوبيسيتي هي اهم اسباب الانسولين ريزيستنس. فمريض تايب 2 نون اوبيس يبقى مشكلته سكريشن. مريض تايب 2 اوبيس يبقى مشكلته ريزيستنس. طيب المريض اللي هو تايب 2 نون اوبيس قلنا نبدا بمين؟ سلفونايل عنده حساسيه، نعمل ايه؟ في عيله ثانيه نون سلفونايل يوريا انسولين سكريتوجوك. نون سلفونايل يوريا انسولين سكريتوجوك، احفظ اسمائهم بس. ريباجلينايت ده اشهرهم. وناتيجلينايت عيله جلينايت. ريباجلينايت وناتيجلينايت حلو قوي. بس دول مشكلتهم ايه يا شباب؟ نو ميل نو دراج. دول مشكلتهم ايه؟ يعني ايه؟ اشتغلوا بسرعه بس خلصوا بسرعه. كلت خد العلاج، ما كلتش. طب حضرتك لو كلت وما خدتش العلاج هيبقى يا سيدي. طب لو اخدت العلاج وما كلتش هيبقى يا سيدي. يبقى العيله دي ريباجلينايت وناتيجلينايت هما بديل
للسلفونيليوريا لو المريض عنده الرجي، مريض محتاج سكريشن وعنده حساسيه للسلفونيليوريا، عندك بديل؟ اه عندي النون سلفونيليوريا انسولين سكريتوجون ريباجلينايت وناتيجلينايت، بس مشكلتهم الاساسيه انهم شورت ديوريشن. تعال نشوف القصه الثانيه. القصه الثانيه ايه يا دكتور؟ ان المريض عنده انسولين ريزيستنس، ان المريض عنده اوبيزيتي، فحضرتك محتاجين حاجه تزود فاعليه التشوز للانسولين، عايزين استجابه التشوز للانسولين تزيد، عايزين التشوز الاديبوز تشو والسكليتال ماسل استجابتهم للانسولين تعلى. انسولين سنسيتايزرز ينشط الاديبوز تشو والسكليتال ماسل عشان تبقى استجابتهم احسن للانسولين. من خلال مين؟ ميتفورمين نظري. ميتفورمين اللي هو اسمه البايجوانايت. ميتفورمين او البايجوانايت بيشتغل ازاي؟ اول حاجه اكتشفناها فيه انه بيقلل الجلوكوز ابزوربشن فروم ذا انتستين. بيعمل ايه؟ عظيم. وكمان بيقلل الابيتايت. يعني كمان له انوركسيا اكشن، له انوركسيوجينيك افكت. وده اللي خلى بعض الناس حاليا تاخده في التخسيس الاوبيزيتي. ولكن اكتشفنا بعد كده ان هو بيزود السنسيتيفيتي اوف اديبوز تيشو اند سكليتال ماسل تو ذا افكت اوف انسولين. بيزود السنسيتيفيتي بتاع التيشو للانسولين، بيخلي استجابه التيشو للانسولين اعلى. ده له دور مهم في الانسولين، بس انهي نوع؟ انسولين ولا ريسبتور ولا تيشو؟ لا الريسبتور ياخد السلفونيليوريا، تيشو عظيم. كمان بيساعد شويه كمان انه بيقلل الجلوكاجون. ولكن عنده عيب خطير، انه بيخلي الجلايكولوسيس تحدث اتجاه اللاكتيت، بيطلع لاكتيك اسيد، بيعمل لاكتيك اسيدوزس. هي دي خطورته. الميتفورمين رائع جدا انه بيقلل الجلوكوز ابزوربشن، بيقلل الابيتايت، عشان كده بعض الناس حاليا بدات تاخده في التخسيس. طبعا ده هيخفض السكر. كمان بيزود السنسيتيفيتي اوف اديبوز تيشو اند سكليتال ماسل تو انسولين. كمان بيقلل الجلوكا. كل دي حاجات جميله جدا لمريض السكر. ولكن اخطر عيب بيعمله، بيعمل حاجه اسمها انيروبيك جلايكولوسيس، يعني بيخلي الجلايكولوسيس يحصل في اللاكتيت باثوي، يعني يدخل المريض في مشكله اسمها لاكتيك اسيدوز. طبعا هناخده في تايب 2 خاصه الاوبيز. على فكره ممكن ناخده حاليا في الاوبيز دي بس. لا يا شباب، بعض الستات لما بيحصل لهم انسولين ريزيستنس بتظهر عندهم مشكله اسمها بولي سيستيك اوفري. يعني ايه؟ الاوفري بتاعهم يبقى فيه مالتيبل سيستس، حاجه اسمها بولي، ودي انترفير مع الاوفيوليشن. فالستات يجي لهم انفيرتيليتي. ما تستغربش لما تلاقي دكتور النساء كاتب لست ميتفورمين ان ما عندهاش سكر. طب بيديها ميتفورمين ليه؟ لان الميتفورمين بيخلي الانسولين سنسيتيفيتي تتحسن، بتبدا يعني ممكن يكون لسه في بدايه الانسولين ريزيست، فلسه السكر معلش قوي، بس بدا يظهر عندها بولي سيستيك اوفري. مهم جدا في علاج حالات الانفيرتيليتي ديو تو بولي سيستيك اوفري، مهم جدا في التعامل مع حالات الاوبيزيتي، مهم جدا في التعامل مع حالات تايب 2 تايب 3. عيوبه، اهم عيب فيه لاكتيك، وده طبعا في قمه الخطوره لما يحصل تشينج للبي اتش والكيدني بايظه او الليفر بايظ، او الموضوع ده حصل في اولد ايج او في تشيلدرن. يعني في عندك اربع حالات تخلي بالك منهم جامد جدا في حالات الاسيدوزس. ها ليفر سيل فيلير، رينال فيلير، تشيلدرن، اولد ايج.
كمان عندك مشكله لما بيمنع امتصاص الجلوكوز. الجلوكوز ده بيروح فين؟ ما هو بيقعد في الانتستين لحد ما يخرج. لما بيقعد الجلوكوز في الانتستين بيحصل تخمرات وانتفاخات وغازات، يحصل جي اي تي ديستربنس. كمان وهو بيمنع امتصاص الجلوكوز بيمنع امتصاص بي 12، بيدخل المريض في ايه؟ عرفنا بقى الفرق بين بي 12 وفوليك اسيد. يدخل المريض في حاجه اسمها بيرنيشيوس انيميا. البيت فورمين نظري. طيب اكتشفوا حديثا دواء يقدر يعمل الشغلانه بتاعه الميتفورمين دي بكفاءه عاليه جدا، يقدر يزود فاعليه الانسولين على الفيشوز بشكل رهيب جدا، وده من خلال تشغيل ريسبتور اسمها بي بار جاما ريسبتور. اسمها ايه؟ بيروكسيزوم بروليفريتور اكتيفيتد ريسبتور جاما. امال مين اللي كان بيشغل بي بار الفا؟ يبقى البي بار جاما دي اللي موجوده في الادبوستس والسكريتال ماسل لما تشتغل بتزود السنسيتيفيتي اوف ادبوس تيشو اند سكريتال ماسل انتو انسو. بس هي مشكلتها ايه؟ دي ليه يتقنصر؟ هتاخد حوالي من شهر الى شهرين عشان شغلها يبدا. عيله الجليتازونز بايو جليتازون وروسي جليتازون من اهم المشاكل بتاعتها يا شباب، بتعمل صوديوم ووتر ريتنشن، بتعمل شويه انيميا كده اي كلام، انما هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر، وبتعمل زياده للميتابوليزم بتاع الكونتراسبتورز. يبقى الست اللي بتاخد حبوب منع الحمل الميتابوليزم بتاعها يزيد، يحصل لها مشكله اسمها ان اكسبكتد بريجننسي. طيب العظيم، في مريض بقى سكر يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا دكتور انا هسمع كلامك كل حاجه، هتقول لي ما تشربش شاي عليه سكر كتير ماشي، ما تشربش عصاير ماشي، بس تقول لي ما تاكلش مكرونه لا، لازم اكل مكرونه، انا بعشق المكرونه. اه فحضرتك هتديله دواء مهم جدا ويفيده جدا اسمه ايه؟ الفا جلوكوزيديز انزيم انهبيتور. اسمه يا شباب الفا. ايه الالفا جلوكوزيز ده؟ ده انزيم موجود على البريش بوردر اوف ذا انتستين يحول لي الضال والبولي ساكرايد الى مونو ساكرايد. حضرتك الرز، العيش، المكرونه، كل ده بيتحول في الاول الى مين؟ لازم الاول يتحول الى مونو ساكرايد عشان ايه؟ يمتص. في انزيم عندك مسؤول عن تحويل الاوليغوساكرايدز والبوليساكرايدز دول الى مونوساكرايد، اسمه ايه؟ الفا جلوكوزيديز انزيم. حضرتك انا هطلب الراجل ده ما يشربش عصاير وما ياكلش حاجات فيها مونو، انما ممكن ياكل حاجات فيها مونو. ليه؟ لان انا هوقف له الالفا جلوكوزيديز. دواء اسمه اكاربوس واخوه اسمه ميج ليتول. اخطر عيب طبعا هم دول سعرهم عالي شويه، بس اخطر عيب فيهم ايه؟ انت مش بس هتمنع امتصاص الجلوكوز، ده انت هتمنع امتصاص البولي ساكرايدز نستاش، هتمنع امتصاص النشويات كلها. فحضرتك هنا الانتفاخات هتبقى ايه؟ فظيعه. سيفير ديستنشن، سيفير بلوتنس، سيفير جي اي تي ديستربنس. وعنده مشكله وجود الاكربوز يمنع امتصاص الميتفورمين. في مشكله ما ينفعش تاخد الاكربوز مع الميتفورمين لان وجود الاكربوز بيمنع الابزوربشن وبيقلل الافكت بتاع مين؟ بتاع الميتفورمين. نيودراكس احدث علاج للسكر، احدث علاج للسكر اكتشفوه بالصدفه. ازاي؟
لقوا حاجة غريبة جدا. ركز معايا دول. لقوا ايه؟ لقوا الشخص اللي بياخد جلوكوز اورال بالمقارنة بالشخص اللي بياخد جلوكوز انجكشن نسبة الانسولين اللي بيطلعها اورال اكتر من انجكشن. ازاي؟ واحد بياخد جلوكوز انجكشن واحد بياخد نفس الجرعة دي اورال. المفروض مين اللي يطلع انسولين اكتر؟ الانجكشن. لقينا اللي بيطلع اكتر اورال. لا يبقى اكيد في سبب. لقوا حضرتك لما بتيجي تاكل لما بتيجي تاخد الجلوكوز او عموما الاكل كله اورال بتبدا تفتح حاجه اسمها جي اي تي هرمون. يبقى انت دلوقتي بتاكل حاجات فيها سكريات بتخش البلد الجلوكوز بينشط البيتا سيلز تطلع انسولين. تمام دي فاهمينها. انما كمان بيطلع اثناء الاكل جي اي تي هرمونز اسمهم انكريتينز. حاجه اسمها جلوكاجون لايك بيبتايد 1 اسمهم ايه؟ انكريتينز اسمهم جي اي تي هرمونز. دول يطلعوا يعملوا ايه؟ يروحوا يعملوا تنشيط للبيتا سيلز بشكل مباشر. يبقى انت لما خدت السكر اورال ايه اللي حصل؟ حصل تنشيط للبيتا سيلز مرتين. السكر لما حصل له امتصاص نشط البيتا سيلز، والجي اي تي هرمونز اللي طلعت لما انت خدت السكر اورال عملت تنشيط مره اخرى للبيتا سيلز. فاهمين انا بقوله؟ ده نورمال، ده فيسيولوجي. بس لقوا حاجه عجيبه جدا ان الجي اي تي هرمونز دول بيتكسروا بسرعه جدا وزن في يوم مينتس دقيقتين ثلاثه مفعولهم يخلص. قالوا طيب ما احنا ممكن نستفيد بعيله الجي اي تي هرمونز. طب نستفيد بيها ازاي؟ يا اما نمنع تكسيرها يا اما نفسر حاجه زيها ليها لونج ديوريشن. صح؟ ما انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ ان البيتا سيلز دي بيروح الجي اي تي هرمونز وينشطوها تطلع انسولين. على فكره سؤال، هي العيله دي عموما اللي انا بتكلم عنها دي تنفع في تايب 1؟ ليه؟ دول لازم تاخد تايب 2. فالجي اي تي هرمونز دي بتنشط البيتا سيلز بس بتكسر بسرعه قوي. طب هو مين اللي بيكسرها؟ داي بيبتيدايل بيبتيديز فور انزايم. اللي بيكسرها داي بيبتيدايل بيبتيديز فور انزايم. فعندك حل من الاثنين، يا اما توقف الانزايم يا اما تشغل الريسبتور اللي موجوده على البيتا سيلز بدل الاندوجينوس. يعني فصل حاجه انالوج انكريتين انالوج. مش انت بتقول لي الجي اي تي هرمونز دول بيشغلوا بس بيكسروا بسرعه؟ انا هوصل لك حاجه تشغل وما تكسرش بسرعه، تقعد عندك وقت طويل. انت عندك ايه حلين؟ اما دول يعملوا ايه؟ يحافظوا لك على الاندوجينوس جي اي تي هرمونز اللي عندك لمده اطول. او بتفصل حاجه خارجيه تشغل البيتا سيلز وما تكسرش. طاي بيبتيدايل بيبتيديز فور انهبيتور عيلة جليبتين سيتا جليبتين. احفظ اسمهم بس عيلة جليبتين. ودول بيستخدموا اورال. او تفصل حاجة شبه الانكريتين اسمهم انكريتين انالوج ودول بيتاخدوا حقن اكزانيتايد. اكزانيتايد اخر حاجه لقوا ان بعض الناس سكرهم مظبوط كويس قوي طول اليوم بس بيعلى قوي بعد الاكل. تاني لقوا الناس سكرهم طول اليوم حلو بس مشكلته بيعلى قوي بعد الاكل. فلقوا ايه السبب؟ حضرتك لما بتنشط البيتا سيلز
وتطلع انسولين، مش بتطلع انسولين لوحده، ده انت بتطلع حاجه اسمها انسولين وحاجه اسمها سيمبتايد، وبتطلع معاها هرمون ثاني اسمه برامليمتايد. اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه اميلين. انا بطلع مع الانسولين هرمون اسمه اميلين. والاميلين ده بيعمل ايه؟ بيقلل الشهيه وبيمنع تحرك الاكل من الاستومك للانتستين، بيقلل حاجه اسمها الجاستريك امتين. ايه اهميه الكلام ده؟ حضرتك لما انا بقلل الجاستريك امتين يعني معنى كده ان الاكل بيتحرك ببطء من الجي اي تي للانتستين، يعني بيحصل جراديوال ابزوربشن للاكل من الانتستين، وبالتالي بيحصل جراديوال اليفيشن للبلد جلوكوز. تاني انت خدت دواء كلت بدا الانسولين يطلع، بس مع الانسولين بيطلع مين؟ الاميلين. دوره ايه بقى؟ ان يخلي تفريغ الاكل من الاستومك للانتستين يكون بالتدريج، فامتصاص الاكل من الانتستين يكون بالتدريج، فارتفاع السكر بعد الاكل يكون بالتدريج. ده اذا كان عنده مين؟ طب لو الاميلين عنده نقص، تلاقي الراجل ده سكره بعد الاكل عالي جدا. ليه؟ لان كل الاكل اتحرك بسرعه على مين؟ والانتستين امتص الاكل بشكل سريع جدا، فالسكر عالي بشكل سريع جدا. فالمريض يبقى عنده حاجه اسمها ايه؟ بوست برانديال هايبر. يبقى عنده يا شباب الحل اميلين انالوج براملينيتايد. بنديله ايه يا شباب؟ مين هو البراملينيتايد؟ اميلين انالوج وبتاخد حقنه. مين هو الاكزانيتايد؟ ده انكريتين انالوج. مين هو الجليبتين؟ داي بيبتيدايل بيبتيديز فور انزايم. على فكرة هناخد بريك وهنكمل انتي مايكروبيال السيروليد ان شاء الله هنأجلها بريك. خلاص هناخد انتي مايكروبيال بعد البريك. هنبدأ 11 الاربعاء. الامينو اسيد تشابك فيهم واحد او واحد لا. وبعدين اخر مرحلة خالص ان الصفة دي تشابك مع اللي فوقها واللي تحتها، يعني البيبتيدو جلايكان ده دي صفوف، السيل وول ده عبارة عن رموز صفوف كده، صفة تحتها صفة 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 كده. عشان اعمل سيل وول مظبوط سيل وول متماسك لازم الصفوف دي ايه؟ تمسك بعض صح؟ طب تمسك بعض ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها ترانس بيبتايديز انزايم، يعني الامينو اسيدز دي تشبك مع الامينو اسيد اللي تحتها، والامينو اسيدز دي تشبك مع اللي فوقيها. فاهمين قصدي ازاي؟ فهنا الوول نفسه بيبقى متماسك. تاني البكتيريا السيل وول عباره عن صفوف من ستراكشر اسمه بيبتيدو جلايكان. البيبتيدو جلايكان ده عباره عن امينو شوجر وامينو اسيد، بس عشان الوول ده يبقى متماسك لازم البيبتيدو جلايكان دي الصفه دي تمسك مع الصفه دي، ودي تمسك مع دي، واللي تحتها مع اللي تحتها، وهكذا. التشابك ده الالتئام اللي بيحصل ما بين الصفه دي والصفه اللي فوقها واللي تحتها ده بيحصل عن طريق انزيم اسمه ترانس بيبتايديز انزيم. الترانس بيبتايديز انزيم ده هو المسؤول عن البيبتيدو جلايكان كروس لينكج، هو المسؤول عن الفاينل ستيب اوف ذا باكتيريال سيل وول سينثيسيس. طب لو انا وقفت الترانس بيبتايديز انزايم هتبقى الصفوف موجوده بس مش متماسكه صح؟ هيبقى في فراغات ما بينهم، هيبقى في بولز ما بينهم. البولز دي بتعمل ايه؟ تدخل حاجه اسمها اوتوليتيك انزايمز تو امبايب ووتر البكتيريا ترابشر اند كيلت. بكتيريا الهدف من الادويه اللي انا هتكلم عنها اللي اسمها بيتا لاكتام انتي بايوتكس انها بتبوظ الترانس بيبتايديز انزايم، فتمنع التشابك اللي بيحصل ما بين البيبتيدو جلايكانز وبعضهم. بيبقى في ديفكتس في الوول، بيبقى في بورز في الوول، دي بتعمل امبايبنج للووتر والاوتوليتيك انزايمز، يحصل رابشر اند كيل اوف ذا بكتيريا.
اللي انا قلته ده هو الميكانيزم اوف اكشن بتاع اي دواء ينطبق عليه بيتا لاكتام انتي بايوتيك. اي دواء بيتا لاكتام انتي بايوتيك هيشتغل على الترانس، يكسر، يمنع حاجه اسمها البيبتينو جلايكان كروس لينكج، يعمل لي بورز، يعمل لي فجوات تدخل ووتر اوتوتيك انزيمز البكتيريا تموت. فبالتالي العلاج كلها بكتيري سايد. منهم بنسلنز، سيفالوسبورنز، مورفوباكتر، كاربابينين. بنسلنز، سيفالوسبورنز، مورفوباكتر، كاربابينين. بنسلنز انواع كتيره قوي. اول نوع اكتشفناه كان بيتاخد حقن، وكان مشكلته انه بيشتغل فقط على الجرام بوزيتيف، يعني السبيكترم بتاعه ضعيف قوي، اللي هو اسمه البنسلين جي. وبعدين طولنا وطولنا شويه، عملنا له حاجه اسمها بروتين بنسلين. ولكن اهم واحد في العيله دي اللي احنا بنسميه حاليا بنسلين طويل المفعول، اللي هو البنزاسين بنسلين، اللي هو بيتاخد كبروفيلاكسز للروماتيك فيفر. وبعدين بدانا نطور شويه، فقلنا مفيش حاجه بنسلن ناخدها اورال اسيد ريزيستنت، يعني طلعنا حاجه اسمها بنسلن في، اللي هو اسمه اورال بنسلن. وبعدين قلنا لا، طيب المشكله ان النوع الاولاني ده ما بيعرفش يشتغل خالص على الستاف. ليه؟ لان الستاف بتطلع بيتا لاكتاميز انزيم تكسره، تبوظ الانتي بايوتيك ده. فقالوا خلاص نطلع جين جديد من البنسلين اسمه بيتا لاكتاميز ريزيستنت. اسمه ايه يا جماعه؟ اللي هو الكلوكسا سلم، وواحد مهم قوي اسمه ناسي سلم. هو ليه ده بقى مهم؟ ده النوع الوحيد من البنسلين، النوع ده اللي هو ستاف ريزيستنت ده، اللي بيخرج ده حضرتك بيمتص اورال وستاف ريزيستنس، وبيخرج من البايب. يعني ايه بيخرج من البايب؟ يعني لو في ريلا الامبوب اقدر اتخلص منه بكل سهوله، يعني سيف جدا جدا في ان انا اعمله. لو دواء حضرتك بيخرج عن طريق الكدني وفي ريلا امبيرمنت، لازم اعمل حاجه اسمها ري ادجستمنت اوف. وبعدين بدأنا نطور أكتر شوية، فطلعنا حاجة اسمها برود سبيكترم أمبسلين وأموكسيسلين. وبعدين بدأنا نطور أكتر وأكتر، فبدأنا ندخل في الجرام نيجاتيف الرزل قوي، هي السودوموراس والكليبسيلا، حاجة اسمها كارديني سلم وبيبريسلم. في واحد بيشتغل نيجاتيف بس اسمه ريفيرس سبيكترم، حاجة اسمها ميسيلينات. في ناس ما قالتش الكلام ده خالص، في ناس ما قالوش خالص، اللي ما قالوش خالص ما يذاكروش، مش وقت. اللي ما قالوش الحاجات دي خالص ما يذاكروش، يذاكر ميكانيزم وصيد افكت بس. اللي قرا الكلام ده هو بيراجعه معايا، اللي ما قالوش خالص هيذاكر في البنسلين ايه؟ ميكانيزم بس، خلص الكلام، ما يقعدش يذاكر الكلاسيفيكيشن دي، هيقعد يذاكر في 10 ايام. هو انت اول مره تسمع الاسم، طالما اول مره تسمع الاسم ما تضيعش وقت، ذاكر حاجه انت فاهمها. فهمنا يا شباب؟ طيب حصل. البنسلين هيستخدم في ايه؟ على حسب نوع. النارو سبيكترم هيركز على الجرام بوست، الستاف ريزيستنت هيركز على الستاف، البرود سبيكترم هياخد البوزيتيف والنيجاتيف، الحاجات الاكستندد سبيكترم هياخد السودوموناس والبروتوس. حضرتك ما تنساش البنزاسين بنسلم في البروفيلاكسس بتاع الروماتيك فيبر. وممكن كمان البنسلم يشتغل على اورجانيزمس غير البوزيتيف والنيجاتيف، انه ممكن يشتغل على حاجه اسمها التريبانوما بتاعت السيفلس، انه ممكن يشتغل على حاجه اسمها الاكتينومايسس اللي بتعمل مشكله اسمها الاكتينومايفيروس. اهم سؤال في البنسلم الميكانيزم والسايد. ما هي عيوب البنسلين؟ اول عيب واهم عيب الرجي. ايش معنى؟ لانه ممكن يصل الى انافيلاكتيك شوك، وخاصه لو بتاخد الناتشرال بنسلين، لو بتاخد
حاجة اسمها بنسلين جي او البنزاسين بنسلين مش الموديفايد. الالرجي وهايبر سنسيتيفيتي وتصل الى انافيلاكتيك شوك. نمرة 2 very very painful pain at site of injection. ولو عايز تعرف البنسلين مؤلم قد ايه اسأل واحد بياخد بنسلين طويل المفعول بيعملوا له فرح عشان يوافق انه ياخد الحقن. كمان نفروتوكسيك ما عدا مين؟ اشمعنى؟ عشان ده اللي بيخرج عن طريق البايب. نمرة 4 لو انت خدت حاجة اسمها برود سبيكترم. خدت ايه؟ لما بتاخد برود سبيكترم انت بيوتك بيقتل الفلورا. ولما يقتل الفلورا بيحصل حاجة اسمها فلير اب اوف باثوجينز. البكتيريا الدينجرس بيحصل لها فلير اب. البكتيريا الدينجرس دي تعمل لي ايه؟ تعمل لي حاجه اسمها سودو ممبرينس كرايسيس. او بتنشط الفطريات اللي في الانتستين تعمل لك حاجه اسمها انتستينال كونيليز. تاني الكلام ده يحصل ايه بقى؟ لما تستخدم برود وتموت تحصل مشكله اسمها سوبر انفكشن دايريا. اذا لقيت الاسهال في دم في صديد سودو ممبرينس كرايسيس علاجه فانكومايسين او ميكرونيدازول. اذا لقيت الاسهال ريحته وحشه ريحته اوفنسيف مرغي يبقى ده فانجس تديله ايه؟ نستاتين. انتي فانجل اسمه ايه يا شباب؟ نستاتين. الاربعه دول مهمين جدا. قولهم تاني. الرجي بين نفروتوكسيك سوبر انفكشن دايريا. طيب لو خدت البنسلين بجرعات كبيره او حقنته انتراسيكال كنت بتعالج بيه الانجايتس بيعمل لك سي ان اس كومباجر. لو انت بتعالج بالبنسلين السيفلس الديد تربانوما بتعمل لك الرجيك رياكشن بنسميه ايه؟ جارش اكسهايمر رياكشن. بعض الناس لما بياخدوا امبسلين بالذات بيحصل لهم حاجه اسمها سكن راش. الكاربيني سلم وده نوع من انواع الاكستندد تايب اوف بنسلينز ممكن يعمل لي حاجه اسمها بليتليت ديسفانكشن ممكن يؤدي الى بليدنج. سؤال مهم بيجي في الجبريزو، ايه اكتر بكتيريا بتضايق البنسلين؟ استاذ ليه؟ بتطلع بيتا لاكتاميز يكسر البيتا لاكتامرين يبوظ الانتي بايوتيك. طب نعمل ايه؟ هنجيب بعض المواد شبه البيتا لاكتامرين. شبه؟ طيب ايه اللي يحصل؟ تواجه البكتيريا. البكتيريا تطلع بيتا لاكتاميز ايه؟ انزايم صح؟ فيكسر هذه المواد ويلف الانتي بايوتيك يبوظ البكتيريا. تاني يبقى انا باخد مع الامبسلين مع الاموكسلين اللي هم برود سبيكترم. لو خدتهم لوحدهم مع الاستاف الاستاف بتطلع بيتا لاكتاميز تكسره باظوا. طب الحل بدي معاهم ماده اسمها كلافيولينيك اسيد، بدي معاهم ماده اسمها سل باكتم. دول عباره عن ايه بقى؟ بيتا لاكتاميز انهبيتور تعطل البيتا لاكتاميز والمضاد الحيوي بتاعي يشتغل كويس جدا جدا في الاستاف. تيجي جفريزو ليه بتدي كلافيولينك مع الاموكسيسيلين؟ ليه بتدي سلباكتم مع الامبسيلين؟ عشان حضرتك العيله دي بيتا لاكتاميز انهبيتور بيزود فاعليه المضاد الحيوي بتاعك ده اجينست مين؟ اجينست سيفالوسبورت. نفس الميكانيزم تماما ولكن السيفالوسبورينز دي اجيال. الجيل الاول كان قوي جدا جدا في البوستر وضعيف في النيجاتيف وما بيعرفش يعدي السي ان اس. يعني ايه ما بيعرفش يعدي السي ان اس؟ ما بيقدرش يعمل مننجايتس في الاخر، يعني ما يقدرش يتعامل مع حالات المننجايتس. امال يتعامل مع مين؟
بتتعامل مع الجراند بوستر كويس جدا، رائع جدا. والجراند بوستر دي بنلاقيها دايما في الابر ريسبيراتوري تراكت، بنلاقيها دايما في السوفت تيشو انفكشن. عشان كده الجين الاول ده رائع، بري اوبراتيف وبوست اوبراتيف. دايما بيقولوا على الجين الاول ده هو جين الجراحه. ليه؟ لانه رائع جدا انه بيعمل لي بروفلاكسن قبل ما اشتغل العمليه، ورائع جدا بعد ما اقفل العمليه بيمنع البوست اوبراتيف انفكشن. هو رائع جدا بري اوبراتيف بروفلاكسز وبوست اوبراتيف انفكشن. الجين الاول احفظ لي مثال سيفاليكسين اللي هو الفيلوسين، او سيفازولين ده حقن بيتاخد قبل العمليات. الجيل الثاني، الجيل الثاني حضرتك بقى اقوى في النيجاتيف بس قل في البوزيتيف. مين اقوى في البوزيتيف؟ الجيل الاول. الجيل الثاني بقى اقوى في النيجاتيف بس قل في البوزيتيف، اسمه سيفاكلور وسيفا ماندول، كلهم ما بيعدوش السي ان اس ما عدا واحد بس سيبروكسين. الجيل الثالث، الجيل الثالث بياخد البوزيتيف بياخد النيجاتيف بياخد الانيروبيك. بياخد مين؟ بوزيتيف نيجاتيف انيروبيك. رائع جدا. مين هو؟ سيفوتاكس. عندنا سيفوتاكس، سيفوتاكسين. بس في نوعين مهمين جدا جدا جدا، سيفتراكسون وسيفرازون. ليه دول مهمين؟ لان دول النوعين الوحيدين اللي بيخرجوا في الفايروس، لان دول النوعين الوحيدين اللي ممكن اديهم في حالات الرينال فيلير، سيفوبرازون وسيفتراكسون. الجيل الرابع، طبعا الجيل ده كله بيعدي السي ان اس، والجيل ده كله بيعدي الميننجايتس بمنتهى السهوله، ورائع جدا في كل الجرام بوزيتيف وفي كل الجرام نيجاتيف وفي كل الانيروبيك انفكشن. الجيل الرابع اسمه سيفيبيم. والجيل الرابع ده ايه؟ اللي ريزيستنت الاجيال اللي قبله بيشتغل عليه. الريزيستنت بكتيريا في الاجيال اللي قبله بيشتغل عليه. جميع الجينيريشنز فيرست سكند سير فورس بيشتغلوا في الستاف. بس الستاف دي انواع يا شباب، دي انواع. في ستاف بيقتلها الميسيسيلين، ده نوع من انواع الميسيسيلين. في ستاف بيقتلها الميسيسيلين اسمها ايه؟ ميسيسيلين. يعني ميسيسيلين سنسرز ستاف اوريس. وفي ستاف ما يقدرش يقتلها الميسيسيلين اسمها ايه؟ اسمها ميرسا ميسيسيلين ريزيستنت ستاف. كل السيفالوسبورنز الجيل الاول الثاني الثالث الرابع يشتغلوا حلو في الميسا، بس ما ينفعش يشتغلوا في الميرسا. عشان كده صنعنا جيل خامس مخصوص سميناه انتي ميرسا. صنعنا جيل خامس مخصوص سميناه انتي ميرسا سيفترولين. سيفترولين ما هي السايد افكتس اوف سيفالوسبور؟ الرجي وهايبر سنسيتيفيتي. خلي بالك مش البيتا لاكتام بنسلين والسيفالوسبور يعني شبه بعض، في ما بينهم حاجه اسمها كروس الرجي بنسبة 10%. بين at site of injection لو خدت عضل يعمل لك بين شديد جدا، لو خدت وريد في الفيروس، لو خدت برود سبيكترم اورال سوبر انفكشن دياريا. ايه اللي انا بقولهم دول؟ نمره 4 نفرو توكسيك. ما عدا مين؟ نفس الاربعه الاولانيين المهمين في البنسلين هم الاربعه الاولانيين المهمين.
الرجي بين سوبر انفكشن دايريا نيفروتوكسيستي. سوبر انفكشن دايريا يعني ايه؟ يعني موت الفلورا، نشط الباثوجينز. لو كانت بكتيريا بتعمل لي سودو من بريمس كولايتس عليها بايه؟ فانكومايسين او ميتروميتازول. لو كانت فطريات بتعمل لي حاجه اسمها انتستاينال مونيليزيس اعالجها بايه؟ بانتي فانجل اسمه نيستاتين. مشكله السيفالوسبورينز انتي فيتامين كي. هو فيتامين كي لما اللي يحصل ايه؟ بليدنج بيعملوا لي كمان نوزيا شديده جدا بسبب ان هم بيركبوا الاسيتال دهاي. عندهم حاجه اسمها داي سالفورام لاي بيراكموا الاسيتال دهايد. الناس اللي بتشرب كحوليات لو خدوا العيله دي بيتراكم عندهم الاسيتال دهايد بيعمل لهم سيفير نوزيا وايريتيشن. بنسمي الكلام ده ايه يا جماعه؟ داي سالفورام لاي. مونو باكتم دواء اسمه ازيترونام. ازيترونام ده متخصص في الجرام نيجاتيف، متخصص في السودوبورس. اعرف بس ان هو متخصص جرام نيجاتيف وسودوبورس. كاربابينم. كاربابينم دواء اسمه انيبينم وميروبينم. انيبينم وميروبينم عيله بينم. كاربابينم بوزيتيف نيجاتيف انيروبيك. مهم قوي قوي في الميكس انفكشن. سمعتوا عن حاجه اسمها نوزوكوميال انفكشن؟ سمعتوا عنه؟ ده اسمه ايه بقى؟ هوسبيتال اكوايرد انفكشن. ده انفكشن ميكسنت وريزيستنت. من اكتر الحاجات اللي تشتغل عليه كاربابينم انيبينم. بس بيتحول توكسيك ميتابولايت عن طريق الرينال تيبيولز. الرينال تيبيولز بتطلع حاجه اسمها ريبتايديز انزايم بيحول لي الانيبينم ده لتوكسيك ميتابولايت. عشان كده دايما بيحب يدي معاها ماده اسمها السيليستاتين. ليش؟ المهم يبقى المونو باكتم اسمه ايه؟ ازيترو. بيشتغل اكتر على بما فيهم الكاربابينم اني بيشتغل بوست ونيجاتيف واحد. العيله دي اسمها بيتا لاكتام انتي بايوتكس. بتقفل الترانس، بتمنع البيبتيدو جلايكان كروس اللي هي الفاينل ستيب اوف ذا باكتيريال سيل وول. في عندي بقى عيله تمنع الايرلي ستيبس، تمنع الامينو شوجرز اللي هم يشبكوا مع بعض، تمنع تكوين السيل وول من الاول، البيبتيدو جلايكان من الاول خالص. اسمه ايه؟ فانكومايسين. اسمه ايه يا شباب؟ الفانكومايسين متخصص في الميرسا. يبقى الميسسا عليها بميسسلز. طب والميرسا؟ عايز تستخدم سيفالوسبورينز سيفترولين. عايز دواء متخصص فيها اسمه فانكو مايسن. ايه الفانكو مايسن؟ الفانكو مايسن احسن. الفانكو مايسن متخصص في المرسى. بس ما ينفعش اورال الا اذا كانت فيه سودو ممبرينس كولايتس. يعني المرسى اخده حقن، انما لو فيه سودو ممبرينس كولايتس اشتغل بمين؟ اشتغل بالفانكومايسين لا يمتص. طب امتى دي اورال؟ لو البكتيريا اللي انا هشتغل عليها موجوده في اليوم، حالات السوبر انفكشن ماريا وحالات السوبر انفكشن كلايس. انما لو في ميرسا سيستميك ادي الفانكومايسين. الميسيسا يعني الميسيسيلين يعرفها. اسمها ميس. اهم عيب للفانكومايسين طبعا هو الليفوتوكسين. بس اهم عيب بمجرد ما تحقنه بيطلع هيستامين كتير جدا. عشان كده لازم تحقنه فيري سلو. اول ما الهيستامين يطلع تبص تلاقي الراجل ده اتحول للون احمر. جسمه كله جلده كله بقى احمر بسبب مين؟ اسمه ريد مان سيندروم.
الفانكومايسين تبع البكتيريا السينول انهبيتور بس الايرلي ستيبس. الفانكومايسين هناخده اورال لو فيه سودو ممبرينس وهناخده حقن لو فيه ميرسن. اهم عيب فيه ريد مان سندروم. يا ريت النهارده نراجع العيله دي هي البيتا لاكتام انتي بايوتيك. ما ينفعش